شهر الصيام فريضة من صام رمضان جوزية في الجنان مقام. شهر صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا. اليوم الاثنين 11 حزيران عم نلتقي معكم برحلة صباحية جديدة لبست الحلة الرمضانية من مطعم قصر الياسمين بمدينة الشباب بالمزة. محطات من سوريا والعالم وفقرات متنوعة بتلامس فيها نبض الشارع السوري. ودايما تحيتنا الأولى بنوجهها لأبطالنا بالجيش العربي السوري، بنقلكم يسعد صباحكم وصباحكم نصر دائما. يسعد صباحك ليا. يسعد صباحك يا أريج، كيفك اليوم؟ الحمد لله نشكر الله. صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية يلي قرروا أنه يرافقونا بمشوارنا الصباحي بمحطاتنا الكتيرة يلي بتحمل مواضيع متعددة. رح يكون عنا وقفة بعالم التغذية وأيضا مع العمل التطوعي وأيضا مع الشعر وغير أخبارنا المنوعة من العالم. تحيتنا الصباحية من جددة لكل من مين انضم لبرنامجنا الصباحي صباحنا غير. فاصل لحتى نبلش فقراتنا معكم. ليا، بداية رحلتنا الصباحية منروح فيها كل يوم بجولة على أبرز الأخبار المنوعة حول العالم، والبداية من الصين الذي افتتح فيها قمة منظمة شنغهاي للتعاون بدورة 18 لتكون الأولى يلي بتحضر الهند وباكستان بعضوية كاملة، حيث نظم الطرف المضيف عرضا ضوئيا للقادة المشاركين. خلونا نتابع مع بعض. رح ننتقل لخبرنا التالي وإلى كتاب جينيس، حيث دخل طفل لا يزيد عمره عن 4 سنوات كتاب جينيس للأرقام القياسية كأصغر مؤلف بالهند.
بدأ الطفل الرسم بعمر السنة، وعندما بلغ سن الثالثة كان قادرا على تأليف القصص بنفسه. وبعد ذلك تمكن من تأليف أول كتاب له اللي بضم 30 قصة مع الرسوم. ويقول الطفل أنه يكتب عن الأشياء اليومية التي تجذب خياله ويساعده جده ويلهمه لكتابة أشياء جديدة كل يوم. ويؤكد أن جميع القصص والرسومات بالكتاب من أفكاره، وأيضا عمل على تصميم الغلاف بنفسه. يعني مثل ما عم نتابع بعمر ال4 سنين دخل كتاب جينيس، ورح نتابع بكتاب جينيس. واليوم أكيد أخبارنا عنوان الغرائب والأرقام القياسية، ورح ننتقل لخبر دخل شاب فنزويلي على كتاب جينيس هاي الموسوعة كصاحب أضخم قدمين بالعالم بعدما وصل طولهم إلى أكثر من 40 سنتيمتر. وبتباهى هالشاب ليا بأنه صاحب أضخم قدمين على وجه الأرض منذ عام 2014، وبلغ طول قدمه اليمنى 40 سنتي واليسرى 39. وبعد عدة سنوات نمت قدماه لتصل إلى 40.55 سنتي، واليسرى ل 40.47 سنتي. خلينا نشوف أطول قدمين بالعالم. أما هلا يا أريج خلينا نترافق بجولة على أهم الأحداث يلي سجلها الزمن بالذاكرة. شو تخلل اليوم من حوادث خلينا نتابع سوا. جنية في العالم. وفي عام 1964 الحكم على الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا بالسجن مدى الحياة. وفي مثل هذا اليوم من عام 1971 الولايات المتحدة تلغي القطيعة الاقتصادية مع الصين والتي دامت 21 سنة. وفي عام 2010 افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 19 المقامة في جنوب أفريقيا. ومن الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1864 ريتشارد ستراوس موسيقي نمساوي. وفي عام 1917 الفنانة أسمهان مغنية وممثلة سورية. ومن الوجوه التي غيبها العام 2015 كريستوفر لي ممثل بريطاني. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. من بعد جولتنا المنوعة والاطلاع على آخر الأحداث يلي صارت بمثل هاليوم، رح ننتقل لمحطتنا التالية ورح نحكي فيها عن موضوع الصداع النصفي يلي عادة يصيب منطقة نصف الرأس، وهو مرض مزمن يتجلى بحالات متكررة من الصداع مصحوب بظواهر جسدية ونفسية أيضا، وهو مرض شائع لدى حوالي 12% من الأشخاص. واليوم رح نتناول هذا الموضوع خلال شهر رمضان المبارك، وكيف بيسمح لمريض الصداع النصفي انه يصوم، شو هو النمط الغذائي الملائم، ومواضيع تانية اكيد رح نناقشها مع اخصائية التغذية ايفانا خضر اليوسف. صباح الخير. صباح إيفانا. النور، كيفك اليوم؟ تمام. رواء. تمام. صباح الصحة الجيدة إيفانا، بوجودك دايما بتعطينا نصائح كتير هوايات بتفيدنا بحياتنا اليومية. اليوم رح نتعرف مع حضرتك على الصداع النصفي، ممكن تعطينا لمحة عنه؟ هو عبارة عن ألم غير محمول بنصاب بمجموعة أسباب، ممكن تكون نفسية، ممكن طبية، ممكن خطأ غذائي بتحسس منه الجسم،
بصير عندك على نوعين، يا وجع بكل الراس ببلش من تحت من اسفل الراس للكامل للجبين، او في صداع نصفي عند العين، بتتورم العين بصير في سيلان بالعين. ممكن السبب ما يتحمل الضوء، ما يتحمل الصوت. تقريبا في شيء كمان بيختلف عن اللي هو الصداع العنقودي. الصداع العنقودي ما له علاقة بالصداع النصفي، الصداع العنقودي هو أقوى من الصداع اللي النفسي، هو بيشبه الشقيقة، لسه أقوى من الشقيقة. لأنه هذا ما له منشأه مثلا عصبي أو وراثي أو شيء غلط بالأكل، هذا له قصة تانية وموضوع تاني، هذا الناس اللي ما بتميزه، حتى علاجات تانية، حتى أمور تانية. نعم إيفانا، يمكن في كتير ناس عندهم إصابة بهيدا الوجع النصفي مثل ما حكيتي لنا، وبزيد هذا الشيء يمكن مع تغيير المناخ، وخاصة هلأ بالشوب وكمان مع على الصيام. فالصائم شو لازم يمكن يتبع خطوات أساسية بالتغذية لحتى هيك شوي يهدي من هيدا الوجع؟ اهم شيء ما انه ننسى نشرب مي، كثير مهم دائما جسمه مرطب، لانه نحن اذا نقصنا كميه المي اللي هي من 8 ل 12 كاسه تقريبا اقل شيء، بده يصير في عندنا جفاف بالدماغ، رح يصير عندنا هذا الوجع. كثير مهم يبتعد عن المقالي والاكلات اللي فيها دهون، الاشخاص الاكلات اللي فيها مواد حافظه للاشخاص اللي معهم شقيقه او وراثيه او مرضيه، بدهم يبتعدوا عن كل شيء مواد حافظه، عن منونات، عن شغلات مثلا مثل المرتديلات، مثل السمك المدخن، هدول القصص كله بده يبتعدوا عن المكسرات. في ناس بتتحسس من البصل، عندك حتى رب البندوره في ناس تتحسس منه، في ناس لا، هاي كمان عن الطبخات بده يبتعد عنها. إذا بيدخن أو بيشرب أرجيلة أول ما يفطر بده يبتعد عنه. النوم بده يصير ينظم نومه، كتير مهم. حتى وجباته بده ينظمها. الشمس ما لازم يتعرض عليها إذا هو بيصوم، وأي جهد عضلي ما لازم يعمله خلال فترة النهار، ممكن يعمل شيء منتظم رياضة بعد الجيم. إيفانا، ممكن يلي عنده صداع نصفي إنه يمتنع عن الصيام؟ اي اكيد، في حالات ممنوع اصلا ما بصير يصوم، اللي هي اذا الشخص عنده دائما تكرار صداع نصفي شقيقه وما بيقدر يضبطها، واشخاص الثانيه اللي بتصير عندهم وجع نصفي شديد وتدميع وسيلان وتورم عين. نعم، يمكن وجع الراس وخاصة النصفي بيرافقه لعية بالمعدة، وأحيانا بيصير صري من الصبح، بس نوع من الإقياء يعني كمان. تماما، لازم فورا يوقف الصيام، ما في داعي أبدا يصوم، بكون وصل لمرحلة كتير عالية. طب خلينا نحكي شوية الأكلات كمان يلي لازم ياخدها بالسحور لحتى إذا صايم ما يصير عنده هي اللعية. تمام، هلا كثير مهم انه هن الحلو شو يبتعدوا، الحليب، البوظه، الفانيليا، يبتعدوا عن الحليب. تمام، ما خليتي لهم شيء هلا اجباري، لانه عندهم ماده الكازين بتحسس عندهم احيانا بتوجع لهم راسهم. هلا ممكن مثلا الالبان، هلا في ناس بتقول لك انا ممكن اشرب حليب ما يصل لي شيء، وفي ناس لا بتنأذى، بس هي هاي الاكلات كثير بتاثر على الشقيقه او الصداع النصفي. مثل ما قلت المرتديلات، احيانا الافوكادو، البصل، بدهم ينتبهوا من الزبيب والمكسرات، كل شيء فيه حلو مثلا هات شوكليت وهدول القصص بدهم يوقفوها لانه بتاذيهم. لازم يتناولوا التمر بكميات كبيره، ليش؟ لانه فيه بوتاسيوم وفيتامين بي والمغنيسيوم، وهذا كثير بيساعد انه يخفف من وطأة حدوث الصداع النصفي. الحلويات او بنسميها المحليات، الاصبغه، الملونات، هاي كلها بدهم يبعدوا عنها. المقالي، المخللات، المرتديلات مثل ما قلت، النقانق، ممكن احيانا اللحم المقدد او بنقول له المجفف، هاد كله للاسف بدهم يبتعدوا عنه. طيب شو ياكلوا؟ كثير بهارات، شو ياكلوا؟ بدهم ياكلوا الخضره. شو اهم شيء ركزوا عليه؟ اذا فينا نحكي ببدايه بالافطار. تمام، الافطار هلا فيهم ياكلوا البروتينات، اللحمه، بس ما تكون دائما تكون طازج، ما يحطوها كل شيء مثلج كمان او مفرز بياثر على هذا الشيء. الالياف والخضروات كثير منيحه، اول شيء بتشبع بالنسبه للسحور او الفطور، بتخليك تشبع دغري، ثاني شيء مفيده لهم. التمر كثير منيح، المقالي بدهم يخففوا، يعني فيهم يستعيضوا عنها بالشوي او حتى بالفرن. الدهون العاليه يخففوا، الزيت، محل السمنه، الأجبان والألبان، فبيختلف من شخص لشخص. هدول الأكلات اللي بيقدروا يتناولوها. نعم، كمان عادي بيقدروا يبلشوا مثل ما قلتي، مهم كتير التمر، ممكن يستعيدوا عن اللبن بالحليب.
عن الحليب الحليب باللبن. اي باللبن. ممكن طبعا هذا اخف منه. اما الاجبان في عندك الاجبان اللي بقى اللي عندك الانواع روكفورد وهدول القصص هاي كلها ما لازم يتناولوها. والشوربات شوربات دور تناول بالدنيا ما عندنا مشكله بعيدا أبدا. عن البهارات بس لا البهارات اللي شو اللي بتاثر اذا كان في كتير حد وبهارات مزبوط تعمل وجع راس. للاسف هو مرض لهلا اصلا ما له حل. ما له حل شي بيقولوا لك وراثي شي بيقولوا لك له علاقه فيزيولوجيه الجسم. في ناس نفسيا بصير معه يعني دائما بنشوف اللي ببلش بالوجع يمكن بيقولوا انه بده عتم وكمان هي بده كتير يشرب مي مشان كمان التنفس قديش كمان بيأثر انه يطيب له الوجع ولا كتير لا مهم. حتى هن اصلا شو لازم يعملوا قبل السحور يا ربي اول شيء لازم ياخروا السحور لوقت الامساك. ثاني شيء يتناولوا قبل ما يبلشوا مرحله الصيام يتناولوا الادويه اللي هي مسؤوله عن انه تخفف لهم الوجع. طيب اذا بدنا ننتقل للسحور شو بتنصحيهم يتناولوا على السحور؟ هلا البيض المسلوق اكيد نسيت كثير مهم يبتعدوا عن الكافيين. الكافيين كثير مهم يبتعدوا عنه لانه بيؤدي ادرار البول بيؤدي جفاف للدماغ بيؤدي وجع هذا الراس اللي ممكن ينصابوا فيه. هلا ممكن نشرب كاسه شاي ما انا مشكله. الزيتون يكون موجود فيهم نتناول شويه مقدوس. اللبنه ما انا مشكله ما كثير بتقدايهم بكميات قليله. زعتر ممكن يتناولوا. كاسه المي اللي دائما خلال النهار مو فرد قاعده لازم يتناولوا ابدا ما لازم يكون في تجفاف. العصائر بكل انواع الطبيعيه بيقدروا يتناولوها. الفول ولا الحمص ما بتاثر عليهم هاي بتشبع اصلا. اذا بنقول بس العصائر يلي بيشتهر فيها شهر رمضان اكثر شيء ممكن تكون ما بتاثر هاي بتأثر لأنه سكرها مركز. يعني مثل الجلاب كمان فيها ملونات. تمام ملونات وأصبغة وفيها حلو مركز فهي بتأثر عليهم كثير. نعم. إيفانا يمكن هيك نظام غذائي اعتمد لمدة شهر ونحن يمكن بعد كم يوم جايين على العيد إن شاء الله هيك بينعاد عليك بالخير يا رب. كمان رح نرجع ناكل وناكل ب ب بشهية كثيرة يمكن ويمكن كل أيام العيد بلش العزاء زايم ومن الصبح للمساء. هون خلينا نحكي شوي من المعلومات الصحية كيف شوي شوي نرجع ناكل الصبح كيف شوي شوي ما نتقل صح. كيف شوي شوي نرجع نعود جسمنا. كثير مهم انه اول ما يفيقوا الصبح ما يقعدوا يشربوا القهوه والدخان وهالقصص لانه يصير عندهم صدمه هن الجسم متعود انه هلا ما في صيام ما في اكل سوري في صيام. يتبلشوا يفطروا الفطور النظامي اللي كل العائلات تفطروا بكميات اللي دائما يصغروا الصحن. فيهم يحطوا البيض اللبنه الجبنه المرتديلات. هلا اذا نوعوا اول شيء العين بتشبع. ثاني شيء الكميه الصغيره قد ما اكلت انت الفطور كثير مهم سواء حليب سواء حتى ممكن فول حمص كميات صغيره. هلا شلون بدي يبلشوا بال اول شيء بدهم يبلشوا بالشيء الخفيف اللي هو السلطه. ما رح يختلف عن الصيام عن وجبه الافطار عشان ما يصير عندنا الصدمه. اذا كان في مقالي بفضل انه تكون الكميه قليله او مثلا يجيب الصحن يشاركه مع حدا تاني يقسم الكميه. يعتمد على انه يمضغ منيح شوي شوي تمام شوي شوي عشان ما تصير في عندنا صدمه للمعده. يفضل انه دائما نبلش بالمشاوي اشياء المشويه لانه اخف على المعده. ما بعد ما يخلص الغداء ياكل الحلو ممكن مشاوي لحمه وليه وهيك صح؟ لا اكيد لا اكيد عم تحكي الشيش ما ممكن حلو حبيتها. فحتى ما ينهي وجبته بالشاي او ينهي وجبته بالكافيين او حتى بالفواكه لانه الجسم بيكون راح على هضم المعده صار في شيء غريب جديد نظام جديد لاكله. بعد كم ساعه في بعد ساعه يقدر يشرب الشاي وبالنسبه للفواكه بعد 3 ساعات. والعشاء فيتعشوا شيء خفيف وما ينسوا يرجعوا روتين الحياه الرياضه كثير مهمه بعد ساعتين من الوجبه اللي اكلوها. هلا في كثير اشخاص يمكن بيعتمدوا بشهر رمضان المبارك انه يا ينزلوا من وزنهم يا يبطلوا دخان او يبطلوا شيء تناول يمكن شيء بعض الماكولات اللي هي بتاثر على صحتهم. هلا هون شو بتنصحيهم انه كيف بيقدروا يكفوا بعد شهر رمضان يلي هن استغلوا الشهر صح. لحتى يعني يكون مفيد لصحتهم. يمكن بعد شهر رمضان بيفقدوا بقى هالقدره او هالاراده اكيد بيفقدوها. هلا يقلبوا بقى عندهم السحور بصير فطورهم. الافطار وجبه الافطار بتصير الغداء وفي وجبه خفيفه بيناتهم اللي هن الوجبتين الخفيفات. احنا بالسحور سوري برمضان بنعمل وجبتين خفيفات للاشخاص اللي فعلا بدهم ينحفوا بس بكميات قليله عشان ما ياكلوا كميات كبيره. بتصير بقى وجبات نفطر اول شيء بنعمل وجبه خفيفه بنتغدى وجبه خفيفه بنتعشى.
بننام بعد ثلاث ساعات نتعشى. في كثير اشخاص انه بيعتمدوا انه هنا ما يتعشوا بالليل. غلط، ما بصير. جسمك لازم ياكل خمس وجبات يعني يتعشوا، بس مو وحده بالليل اكيد قبل الوقت بالنوم ثلاث ساعات عشان يبلش استقلابه صح، لانه حتى هن النايمين في استقلاب وحرق للاكل، ففي فرق ثلاث ساعات انه هن يتناولوا العشاء، والعشاء يكون خفيف ماشي تقيل، ممكن سلطات، ممكن خبز اسبر وشي معه، مع دائما لازم يكون في خضره بالغداء وبالعشاء. نعم. حتى بالفطور. نعم إيفانا، يمكن كثير من الاشخاص وخاصه السيدات خلال شهر رمضان المبارك بيبتعدوا عن ممارسه الرياضه، وهلا رح يرجعوا يسجلوا بالنوادي من اول وجديد، او يمارسوا رياضه المشي، وخاصه بعد الاكلات يلي اكلها طيبه والحلو. عن جد خلينا نحكي كمان كيف الجسم لازم يرجع يتعود من اول وجديد على الرياضه، وخاصه كمان مع تغيير الطقس. كثير مهم نرجع ناكد المي ثم المي ثم المي، انه نحن ما ننقص نشرب هن 2 ل 3 لتر باليوم. بالفعل الواحد بينسى يعني يشرب مي خلال النهار، اذا عم يشتغل او ما عنده وقت بينسى، ممكن او يستعيد عنه بالكافيين اللي ما في شيء بيستعيد عن المي. فانا برايي شو يعملوا، يحطوا على تليفونهم المنبه تبعهم مذكره هي كل ساعه ونص كاسه مي. اول شيء بصير استقلابهم صح، ريفرش لجسمهم، نشاطهم أكثر، بيطردوا السموم وبصير بيتعود. ولما نحن نشرب مي كثير رح نكون شبعانين ورح يحرق شحوم. بالنسبة للرياضة يبلشوا أول شيء نص ساعة أول يوم، مو أقل من نص ساعة عشان يبلش حرق، لأنه أول نص ساعة بيكون في وقت محدد صبح أو ما بتفرق، هلا حسب كل إمتى الشخص هو شو النوع وإمتى هو بحب. هذا بيهمنا عشان يستمر. دائما بيقولوا لنا شو الرياضة اللي نلعبها، بنقول لهم أي رياضة بتحبوها عشان تستمروا تكون عندكم عادة ما تملوا. هلا في ناس، في دراسات بتقول لك المسا كثير منيح الواحد يلعب جيم، ليش؟ لانه بتكون قله الاستقلاب عندهم، ساعات الاستقلاب وفعاليتها. وفي دراسات ثانيه بتقول لك لا صباح عشان يكون النشاط. والدراسه اللي انا باكد عليها انه يروح على معده خاويه، ممكن انه قبل ساعه اكل موزه او تمره عشان تعطيه طاقه او شيء كافيين خفيف، ليش؟ لانه بيحرق اكثر. طيب ايفانا، مثل ما ذكرنا انه يمكن بعض الاشخاص بيحاولوا بشهر رمضان انه يبطلوا تدخين، هلا شو ممكن بعض الاغذيه يلي يتناولوها بعد شهر رمضان يمكن شوي ممكن تعوضهم، او اذا فينا نقول تكون عاده مثل ما هي السيجاره او الارجيله هي عاده؟ هلا اكثر شيء للاسف الشيء الحلو المركز، السكاكر، المربيات، الشيء على نعنع الحد، هذا ممكن شوي انه تلاقيهم انه يتقبلوا اول فتره. دائما لما يحسوا بدهم هن يدخنوا يشربوا مي، او مثلا ممكن شويه قهوه، ما يكثروا القهوه لانه دائما القهوه مرتبطه بالدخان عندهم، هي بتصير عاده. في عالم بيقولوا انه كله مسكه مثلا، تماما اللي هي المسكه الحاده، ممكن هذا الشيء بيعوضهم. الفواكه يبتعدوا عن الاكل اللي بيقولوا لك نحن بنسمع، طبعا انك تسمع بدك تقضي عم تفشفش بالاكل، فطول بالك بدك تبطل دخان، بدك تسمع سربياك زياده. تمام. نعم إيفانا، يمكن كنا عم نحكي عن المي وعن فوائدها، وهيك هيك مبسوطين انه هلا صار منتشر حالي من ديتوكس. تمام. والكاسات الاشكال والالوان، وانه ليمون مقطع ونحن بالشغل. خلينا نحكي انه قديش صحيه هي الحاله، وقد يمكن في إلها سلبيات، خلينا ننوه عنها. هلا السلبيات المده يمكن لازم، تمام، المده اول شيء مو اقل من 8 ساعات الاستخدام، وهي بتخلص دغري، بس النقع تقريبا بين 4 ل 8 ساعات. يعني ما بصير تقطعي ترانشات ليمون وتحطي مي وتشربيها؟ لا، تستفيدي من هاي لحتى تمتزج صح قبل بيوم. بدها تحطيها بالبراد لانه بدها تمتزج المواد، اي شيء بنحطه مع المي بصير فوائده كثير كبيره، بس لازم يمتزج مواده الكيماويه وتصير مع بعض وتتفاعل. فعندك الليمون بنعرفه كله للريفريش وللجهاز المناعي، عندك لما نضيف الزنجبيل بصير عندك لحرق الشحوم او القرفه، النعنع ليحمي الجهاز الهضمي، اذا حطينا رمان للجهاز التنفسي والهضمي، الروزماري كمان للجهاز المناعة والتنفسي. إذا خلطناهم كلهم، الخيار إذا عندك التهابات بطيبك إياها، البرتقال بيصير الفيتامين سي مركز نحمي جهاز المناعة. فينا نحطهم كلهم مع بعض؟ لا، بتصير في تعطي سيئة. لا ما بنصحكم، تسبونا بعدين. طيب خلينا نحكي قديش مثلا نحن نقعناه قبل 8 ساعات وخلال النهار فينا نزيده كل شوي مي عشان نشرب، يعني أكيد. مثلا طبعًا. انا كثير صرت اشرب مي من بعد استخدام كثير منيح لكل مثل ما قلت لك كل اعضاء الجسم، وبيعطي ريفرش، بيعطي للبشره وللشعر اصلا، حتى انت بتصيري بتحسي حالك خفيفه. هذا المصطلح العام، حاسه حالي خفيفه من هذا الشيء. فيك تزيد
تزيدي قد ما بدك، بس مو انه اكثر من 8 ساعات هاي الفواكه، لانه خلص ميتها وفوائدها بتكون راحت. طيب ايفانا، ممكن انه الواحد يستخدمه لفتره معينه ويقطعه بعدين، او لا عادي بكل الاشهر السنه ممكن الواحد يتناوله؟ يستخدمه بالعكس، هو كثير ما له ممكن اي تاثير؟ لا 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 ابدا، ما له تاثيرات نهائيا، بالعكس له فوائد كثيره. وفي ناس بتقول لك انا ما بحب المي، فنحن بنطعمه تماما. هلا بلدان برا بيعملوا لك مي بطعمات، مي بطعمات. اي صحيح مزبوط. يعني هون ممكن يستعيدوا عن شرب المي العاديه الديتوكس، وممكن انه يكون باشياء مثل ما ذكرتيها، يعني كل يمكن كل مكون كل عنصر لحال. بوقتنا هلا بالشوب يمكن او شوي بتخف طاقتنا، في ممكن شيء مشروب ممكن يعزز عنا هالطاقه؟ كل انواع الفواكه، مشروب العصائر، التمر كتير منيح، اللبن ممتاز كمان لانه فيه الكالسيوم وفيتامين د اللي نحن بحاجه له، بيعطيكي طاقه. بنعس بيعطي طاقه، بنعس اللبن بالليل اذا اخذتيه. اذا اخذناه بالنهار بيعمل نشاط؟ لا بيعمل نشاط. الحليب كمان اكيد. اللبن اذا هلا بالليل بدك تاخذيه، حتى اذا بدك تنامي في شيء بنقول لهم كلوا موزه وانطروا 3 دقائق ما تتحركوا، بتسبب للنعس. يعني ما يتحرك الشخص الموز. هلا يبتعدوا عن الكافيين، لانه الكافيين عباره عن توتر صح بينشطك. هلا في بيقولوا لك كل تفاحه على الريق كانك شربت تقريبا ركوه قهوه. قديش مفيده بعض العادات يمكن نحن شوي بنهملها او ما بنعطيها اهميه، صحيح. بس هي تحقق افاده، وخاصه التفاحه. يعني نحن صغار اهلنا بيقولوا لنا انه كلوا التفاحه على الريق، يعني بعض الاشياء الغذائيه اللي بالفعل بتخلي صحتنا دائما سليمه ونظيفه، وفي كثير اشياء بتطرد السموم من جسمنا. شو اهم الاشياء يلي كيف تنصحي كل الاشخاص انه الصبح يتناولوها؟ الكاسة الحليب دائما لازم تكون موجوده بالفطار، سواء خالي الدسم او كامل الدسم حسب الجسم. مع سخن او بارد ما بتفرق، شو بتحبي انت. ممكن ينخلط كمان مع شيء ثاني، مع اذا الناس اللي ما بتحب الحليب فيك تحطي له شيء فريز او شيء مثلا مع الشوكولا ممكن. طيب او طيب مع الكورن فليكس. طيب الحليب يعني اذا كان جاهز او النيدو ما بتفرق، او انه تحليه انت ما بتفرق. في ناس تقدر نفسه بيكون هذاك حليب مجفف، تمام، لانه هذا حليب مجفف وهذا حليب سائل. دائما لازم يكون خبز الاسمر محل الابيض، لانه بشبع اكثر وفيه زنك كميات كبيره نحن بحاجه لها. هذاك فيه طحين وحليب ممكن يؤدي لسمنه. يكون موجود الزعتر بالنسبه للصباح كثير بينشط ومنيح للدماغ. دائما لازم يكون في خضار مشان الجهاز الهضمي، مشان الاستقلاب صح، ومشان الفيتامينات. هلا اذا قلنا الزعتر، في كثير اشخاص ما بيحبوا ياكلوا الصبح لانه بيعمل شويه حرقه. ممكن صح بالزيت تبعه، لانه سبب الزيت. ممكن احنا نستعيد عنهم باللبنه والاجبان والبيض المسلوق، لانه بحاجه لكميه الفوسفور اللي فيه عشان تعطي طاقه ودماغك يمشي صح ويشتغل صح. بالنسبه للفواكه لازم دائما يكون مرتين باليوم، سواء عصير او حتى فواكه قطع. ما بتحبوها ممكن احنا نعملها كسلطه فواكه، بس ما تحطوا اذا بده ينحف ما يحط الشوكولا والقشطة والقصص، خلص ما بقى تتاكل بدون اللي بده يسمن قد ما بده يحطها. على الغداء نبلش بشيء خفيف، دائما فينا قبل نص ساعة نشرب كاسة مي. نوقت انه عندنا نحن 10 كاسات خلال النهار، العشاء لازم يكون خفيف. بعد الغداء بقديش ممكن الواحد يشرب مي؟ في كثير اشخاص ما بيقدروا يتغدوا غير قنينة المي جنبهم. ما بتأذي، هاي اخر دراسات بتقول لك ما بتأذي ابدا، اصلا منيحه للجهاز الهضمي، منيحه لانك بيقول لك بتعمل كرش، ما بتعمل عمليات الهضم؟ لا بتساعدها. بتساعدها حتى انت وعم تاكلي فيك تشربي مي، تفضل عن اي شيء ثاني. اذا ولد ناس بتشرب مثلا بيبسي بتشرب العصير، لا المي بفضل انه هو هذا الشيء. على العشاء يكون شيء خفيف عشان ينام الشخص خفيف، سلطات او كمان خبز اسمر، او ممكن معكرونه بلبن زبديه. دائما يكون عندهم الحجم هي عباره عن صحون صغيره، معالق صغيره، شوك صغيره، هاي بياكلوا كثير كميات بس تكون كميات قليله. نعم ايفانا، في كثير من الماكولات بتحسس، وخاصه يمكن هلا مع قدوم الصيف، يعني مثلا كثير عالم تتحسس من البيض، كثير عالم تتحسس من انواع من الفواكه، يعني تحسس جهاز هضمي وايضا تحسس بشرات. خلينا نحكي كيف فينا نحن نعمل وقايه وانه ما نتحسس من هي الاكله، ناخذ شيء بديل عنه. هلا عندك الفواكه اللي ممكن تتحسس فيها اللي لها شعر، اللي هي الذرة، الكيوي، هدول القصص، حتى الفول الاخضر في ناس تتحسس لانه فيه وبر. هلا هو وراثي التحسس، كلنا بنعرف هذا الشيء، اذا عنده من الصغر فيه ما بيقدر يتعالج غير انه يبتعد عنه نهائيا. هلا اي مصدر فواكه ثاني بعيد عن ما فيه وبر هن نفس المصادر، في يطغي سواء انه الذرة ياكل محله الموز، ما ياكل محله الفريز بيتحسسوا فيه كمان صح نسيته، البرتقال ممكن، العنب،
فكل مصادر الفواكه هي موجوده نفس الفيتامينات والعناصر المعدنيه، بس بيختلف انه في شيء زائد عن شيء، فاي نوع فواكه ثاني ممكن يتناوله بالنسبه للفواكه. هلا بالنسبه للحليب اللي بيقدر يتحس، في ناس بتصير عندهم حساسيه الكازيين اللاكتوز، ما بعرف اسمها اللاكتوز، هاي اكترية الشرق الاوسط عندنا اياها الحساسيه اللي هي الاسهال ووجع البطن، فيهم يشربوا شيء محله اللي هو يا جوز الهند، حليب جوز الهند المي تبعته او حليب الصويا بيقدر يعطي فعاليه نفس الشيء ومن دون الحساسيه. بالنسبه شو الحساس، ممكن احيانا في ناس تحسس من باذنجان، فهذا شيء بدهم يلغوه منه الباذنجان، بدهم يتناولوا خضار. من البيض بيقب البشره كمان، البيض كمان هو لانه حم سخن بال، يعني بتحسيه ثقيل بالصيف فحم حم عادي يعني حماوي بنقول له، فبدهم يتناولوا انه هن يبتعدوا عن البيض لفتره، ياخذوا الفيتامينات الفوسفور، ممكن يتناولوها بالسمك، اكيد مو الصبح يتناول السمك، المساء ممكن ياكل او الظهر لانه الفوسفور الموجود او الاوميجا 3 اللي بحاجه له نحن. ممكن المساء لازم تتاخذ الاوميجا 3، ما بتفرق امتى ما كان، ما في وقت محدد لانه ما بتعمل نشاط، وممنوع تاخذين مثلا فيتامين سي لانه بيعطيك نشاط ما فيك تنامي. هلا نحن بالنسبه اللي بتحسسوا البيض يجربوا انه هن اول شيء يفصلوا البياض لحال والصفار لحال، تمام يجربوا، ممكن ما يتحسسوا من هاي او هاي. فبروتينات اللي بدهم يعوضوا عنها البروتينات الحيوانيه بالبيض هي بتكون يا سمك يا دجاج او البروتينات النباتيه اللي هي الفول والحمص. نعم يعني ايفانا معلومات مفيده قدمتيها اليوم ضمن صباحنا غير، ودايما بتقدمي لنا شيء جديد، نحن كثير نشكرك على وجودك معنا. ميرسي لك. صبحيتنا اليوم غير شكل ايفانا، ميرسي كثير لك، واكيد ناطرينك بحلقات جديده. ميرسي. اهلا. يعني ليا مشاريب وعصائر من رمضان إلى علامة فارقة بدمشق خلال هالشهر الفضيل، ولصنعتها سر سكنت أيادي السوريين اللي أبدعت بكافة المجالات. ولو بدنا نتعرف على أحد أعرق محال المشروبات الرمضانية خلونا نتابع مع بعض هالتقرير مع زميلتنا هالة السعدي. أكثر من 70 عاماً وهو يروي عطش المارين من ساحة باب توما، أبو حسن هنا ينادي على التمر الهندي والليمون والجلاب التي تعتبر المشاريب المحببة للصائمين في رمضان. في جلاب وليمون وتمر هندي وفريز وتوت شامي وعرسوس وقمر الدين مشموش خشاف. إذا ما بتكون منتقلة الشغلة من يعني من الجدود لهلا صارت يعني مثل ما بيقول لك الواحد يعني ضربة المعلم بألف ولو شلا فشل، يعني يعني شغلة يعني عايشة بدمنا، فلذلك بده تطلع العصير اجباري يعني من روح الواحد. بالمحل هذا صرنا 65 سنه بهذا المحل، قبل هذا المحل كان كمان باب توما ما كان في ساحه، كمان بشي 60 70 سنه فوق 120 سنه صرنا بالمصلحه، يعني من جدي لابي لانا ولاولادي ان شاء الله باذن الله. ربما تتشابه طريقه تحضير تلك العصائر، لكن لكل منها نكهه اضافيه يصبها صاحب هذه المهنه على خلطته الخاصه. أنا شغلتي هون هلا بفرم ليمون، بساوي بنقعلن تمر، بساوي لهم قمر الدين، وبساوي لهم شو في شغلات هيك للعصير بنزلهم اياها لتحت. يعني في عندي الفرامة هاي الكبيرة بحط لهم فيها ليمون بفرم لهم فيها. في عندنا الفرامة الصغيرة بنشتغل فيها شو اسمه البريز، نفرم فريز، نفرم خرمسية هاي. هلا هون هلا عصير الليمون. عصير الليمون بيتقشر الليمون ومعه شوية برتقال، هذا الكيس بينحط فيه وبلش بقى نخلط فيه كل دفعة بدفعة بعدين تحلاي. هلا لما بتشتغلي انت العصير مثلا على أصوله وتعطيه حقه إجباري، يعني يعني النفس مثل ما بيقولوا بيلعب بياخد دور. على مر السنين ارتبطت معالم رمضان في هذا المكان بالعم أبو حسن، وحرصا على هذا التراث الشامي يتناوب ابنائه واحفاده للعمل معه خلال فتره الصيف. هذا ربيان فيه، خلقان فيه، مو ربيان فيه، عن ابي عن جدي عن كله الحمد لله. والله هلا انا بجوز هلا اولادي الله يسلمهم. هلا انا بدرس بالمدرسه الحمد لله صف 10 هلا، بس اذا بيجي بالصيفيه انه بساعد ابي، يعني مش عمل لي وقتي، ما خلي وقتي يروح الفاضي كله. أو بنبسط انه ما بدنا نروح المصلحه، نضل متداوله بين الاجيال ان شاء الله. هون اولا يعني مصلحه حلوه، وبعدين يعني كمان مشان ما نضيع وقتنا فراغ وما فراغ، وكمان برمضان يعني ما بنحب نضيع هذا الشهر، نشهر كمان مبارك بنحبه طبعا. بنريح اولا صار لي 7 سنين فيه لانه، وكمان ثاني شغله انه تعودت عليه. كثيره هي العصائر التي تروي عطش الصائمين والمارين هنا.
كيس ليمون وكيس جلو. محل ناخذ من عنده من زمان ناخذ وبعطه يعني ظريفة. أنا زبونه يعني شهر رمضان يوميا شراب الجلاب عنده أصلي، شراب الليمون صاغ 100%، وال يعني المشروبات كلها طبيعية يعني طبيعي كله شغله على أصلي طيب، الليمون الجلاب الفريز. لكن يبقى للتمر الهندي نكهته الخاصة المرتبطة بشهر رمضان كما غيره من الأكلات الشعبية والحلويات المرتبطة صناعتها بهذا الشهر المبارك. أريج وصلنا لنشرتنا الثقافية وأولى أخبارنا لليوم من دمشق، حيث يقدم طلاب السنة الرابعة في قسمي التمثيل والسينوغرافيا والتقنيات بالمعهد العالي للفنون المسرحية عرض تخرج الفصل الثاني بعنوان نابليون مدينة مفتوحة. العرض مأخوذ عن نص نابليون مليونيرا للكاتب الإيطالي إدواردو فيليبو، ويقدم بإشراف المخرج حسن عويتي ومساعدة إشراف الفنانة علا الباشا والدراما تورج الدكتورة ميسون علي، ويتكون العرض من 3 فصول مدة 100 دقيقة بأدية 11 مرشح للتخرج. وإلى خبرنا التالي، حيث يشارك الطفل يزن الطاها ابن 11 عام وصاحب الموهبة الفريدة بالتعليق الرياضي ببرنامج كرة القدم لأجل الصداقة إلى جانب 211 مشارك من دول متعددة، ويقام حاليا بالتزامن مع افتتاح فعاليات كأس العالم بروسيا. ويهدف البرنامج الذي تنظمه شركة كازبروم الروسية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى نشر الصداقة والسلام والمحبة والتسامح والحفاظ على البيئة. الهدف أنا أقول أنه غلط دفاعي واضح وفاضح أيضا للمنتخب الإسلندي، لأنه الكرة ودي أول مشاركة على فكرة لفريق إسلندا بالبطولة، وأول هدف كان بالدقيقة 50 هدف التعادل. فالمباراة كانت مضغوطة الفريق البرتغالي، أنا أقول أن الهدف كان ممتاز، ولكن كريستيانو رونالدو لم يعودنا على المستوى اللي لعبه مع ريال مدريد. دائما رونالدو مع منتخب البرتغال ما يكون في المستوى. لا ليس هذا، لأنه اليورو الماضي كان رونالدو ممتاز جدا، ولكن هذا المدرب البرتغالي حرق رونالدو لسبب. شلون؟ رونالدو لا يلعب كرأس حربة أبدا، لأنه تعطيه على الجهة اليسارية يكون أفضل، تستفيد من سرعته، تستفيد من المراوغات الفردية، تستفيد من تصويبات اللي يدخل بالعمق ويصوب. فرونالدو أنت حرقته لأنه ظهره دائما على المرمى، مباشرة على مرمى فريق إسلندا. تعتقد النهائي إيطاليا فرنسا؟ إيطاليا ألمانيا. إيطاليا ألمانيا، فرنسا ما يصلون يعني؟ يخسرون بنصف النهائي. نصف النهائي خسرون ممكن، بس لو لعبوا ضد الفريق الأسباني سوف يتأهلون للنهائي. إسبانيا وفرنسا، إسبانيا تفوز على فرنسا، فرنسا تفوز على إسبانيا، لأنه الفريق الأسباني حتى بالمباراة اللعبة ضد منتخب تشيك أبدا لم يقنعني، ما كان جيد يعني، سجل بالهدف بالدقيقة 86 عشوائي كان تعادل لولا تمريرة إنييستا هو مفتاح إسبانيا. ليا الطفل كان من احدى ضيوفنا بصباحنا غير وكان عن جد رائع، نتمنى له التوفيق. عن جد كان كتير مميز، يعني عمره 11 سنه وعم يعلق وعم يمكن يعطي رايه وبارز اهم المعلقين الرياضيين، ورح نشوفه ورح نتابعه اكيد خلال المونديال بتعليقاته المهضومه والقريبه من القلب، ويلي هيك عن جد انه طفل صغير يجسدها. اكيد مع طه رح ننتقل لحمص، فبعد أن غابت طيلة فترة الحرب الإرهابية على حمص أحيت مديرية السياحة ليلة رمضانية بعد تعافي المدينة من الإرهاب ضمن فعاليات مهرجان حمص التسوقي على أرض المركز الثقافي. خلينا نروح ونشوف ونتابع تفاصيل مع مراسلة الإخبارية السورية بحمص شيرين العلي.
لطالما اشتاق أهل حمص لطقوس وعادات رمضانية غابت عن مدينتهم طيله سنوات الحرب الإرهابية. لذلك حرصت مديرية السياحة بالتعاون مع شركة المعاذ للمعارض والمدرسة المهنية الفندقية على إعادة هذه الأجواء من جديد، وذلك بإحياء ليلة رمضانية على أرض المركز الثقافي بعد تعافي المدينة وإعلانها خالية من الإرهاب. عودة ليالي رمضان مع عودة الأمن والأمان لمحافظة حمص بشكل كامل، إعلان مدينة خالية من الإرهاب، فتح استراد حمص حماة، الفرحة اللي منشوفها عوجوه الناس، العجلة الاقتصادية، التطور السريع اللي عم نعيشه، جايين على فصل صيف والحقيقة متأملين أنه يكون موسم كتير جيد، وعودة المغتربين يشوفوا اللي وصلنا له بسوريا بشكل كامل، الأمن والأمان اللي توفر. الهدف طبعاً من المشاركة التعريف بالمدارس المهنية الفندقية بسوريا بحمص بشكل خاص. هاي المدارس اللي عم ترفض سوق العمل باليد العامل المدربة علمياً وعملياً بمجال المطعم وبمجال المطبخ. خلال الليلة الرمضانية قدمت فرقة نيرفانا للرقص الشعبي والفلكلوري لوحات تراثية عن مدينة حمص ومختلف المحافظات السورية، وبأجواء روحانية قدمت الفرقة لوحات مولوية وبعض الأناشيد الدينية من وحي الشهر الكريم. والله مثل ما نيك شايفين الحمد لله رب العالمين، نرجع الأمان واستقرار وحمص هيك على طول، الحمد لله رب العالمين والخير لقدام، والحمد لله بنشكر كل شيء ساهم بهالمهرجانات الحلوة. نحن مبسوطين كتير بالأجواء، الحمد لله سوريا رجعت أحسن من أول بكتير، كل الناس لازم ترجع تشوف هالأجواء الحلوة. كتير مبسوطة بهالأجواء الرمضانية، الحمد لله رب العالمين، رجع الأمن والأمان لهالبلد بعد 7 سنين. ليالي رمضان عم بتعيد حالة بحالة بفضل هالتجار اللي اليوم عاملين هذا الاحتفال الكبير بمساعدتهم، عملوا مسابقة من شوي ربحت أنا فيها. بتزورونا بدرعا ومستقبلكم ونشوف هالأجواء الحلوة هاي بدرعا بإذن الله، بكل مدن سوريا بكل العالم، نحن بنحب الخير لكل العالم. كما تفنن طلبة المدرسة المهنية الفندقية بإعداد الطعام أمام الحضور ومن ثم توزيعه مع بعض الحلويات التي تشتهر بها مدينة حمص. بدنا نعمل الأكل الفاهيتا، هي تابعة أكل غربية، مكوناتها من فلفلة خضراء مع فلفلة حمراء، بصل، ذرة، فطر، تبلة الفاهيتا كمان خاصة فيها، طبعا بتنضاف في تندق على الجريل مع صلصة صويا، كمان منضيفها بالسمون مع صلصة المايونيز بتتقدم للزبون. الأجواء الرمضانية اللي كان كنا نسمع عنها قبل صرنا نشوفها، يعني عم نعيشها اليوم. كثير مبسوطة وفرحانة إنه رجع الخير لسوريا وعم الأمن والأمان. عودة ليالي رمضان بأسواقها وطقوسها إلى حمص أعاد البهجة والسرور إلى محي أبناء المدينة الذين باتوا يتجولون حتى ساعة متأخرة من الليل بأمن وأمان دون أي منغصات. من أجواء الليلة الرمضانية ضمن فعاليات مهرجان التسوق على أرض المركز الثقافي بحمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية. محطتنا التالية رح نتجول فيها بالشام القديمة ورح نطلع فيها على أسرار العمارة الإسلامية بدمشق وتجليات هيدا الفن عبر التاريخ وتأثره وتأثيره بالفنون التانية وأبرز المعالم الجمالية يلي أعطت هيدا النمط العمراني طابع مميز استوطن داخل سور المدينة القديمة. هالمعلومات رح نتعرف عليها مع الباحث عبد الرزاق الحمصي خبير إدارة مواقع تراثية وأثرية. صباح الخير أستاذ، أهلا وسهلا. صباح النور، يسعد صباحك استاذ النور. ورمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى المشاهدين. بالبدايه خلينا نتعرف على العماره الاسلاميه وخاصه في دمشق. هي العماره الاسلاميه هي موروث تراكم حضاري سوري، يعني من ابله وماري وقريت على مدى الاف السنين. بس العماره الاسلاميه كمان اجت طوعت الفن المعماري السوري وطورته خلته يتناسب مع كمان التعليم الدينية، بس تطور بشكل كتير هائل، يعني صار في إبداع.
هلا انا بالوقت القصير، هي موضوع كبير بالوقت القصير، بس حاعمل اضاءات على بعض الجوانب بالعماره الاسلاميه، لانه بالمحطات عم يحكوا كثير على موضوع القبب يلي عم تمتاز فيه المعالم الاسلاميه او العماره الاسلاميه خاصه بدمشق. هلا بتفوتوا بتلاقوا جامع او مدرسه عليها قبه بقلب السوق. كيف مدرسه بقلب السوق بهالضجيج هذا؟ دور القبه هون، دور القبه هذا دور كثير مهم. هلا هذا صوتي اللي عم يطلع تحمل على موجه صوتيه، اي ضجيج بيتحمل، الكون معمى ملان امواج صوتيه. هذه الامواج الصوتيه ما بتنكسر الا بقبه، يعني خطوط المنحنيه او سيمي سيلندر، هذا بيقول له نص اسطوانه، هذا بيكسر الامواج الصوتيه. لذلك انتم جربوا فوتوا لخان اسعد باشا اللي موجود بالبزوريه، في 8 ابواب مباشرة بتحسوا في فرق، انه ما في الضجة تبع السوق اللي برا. هاي هي وظيفة القبة، انه الضجيج ما بيصل نهائيا بسبب القبة اللي بتكسر الامواج الصوتية اللي والاوراق الى نفس الدور. هاي احد سمات العمارة الاسلامية، هاي القبة اللي معك. هلا ادخلي لبيت في قبة بتحسي ده لحظة بلحظتها بترتاحي جدا، ترتاحي لأنه ما عاد صفي ضغط أمواج كونية على الدماغ. حتى إذا بتنامي بمكان في قبة 4 ساعات بعد 8 ساعات. لذلك المدارس والمقامات الإسلامية والجوامع حتى الكنائس موجودة سقفة قبة أو نص أسطوانة ضمن السوق للداخل. ضمن السوق ما بتشعري. هلا في تدريس بقلب المدارس، كان المدارس اللي بتلاقي سقفها قبه، قاعه التدريس قبه. لذلك هي ما كانت اعتباطيا، هي في لها وظيفه. العماره الاسلاميه بالاضافه للشيء تعاليم دينيه، في تعاليم دنيويه كمان. وظيفه دنيويه. بنيجي للمآذن، المآذن هي وظيفه اعلام عن الاذان، كمان هي مركز اخباري. كان اي خبر، اي حادث وفاه، اي هي مركز اعلامي. يعني مركز اعلامي. من ضمن العمارة الإسلامية في كتير أمور حلوة. لاحظت مادة الكلس يلي بتطلى فيها الجدران الداخلية. هلأ بزمان ما كانوا يستخدموا التدفئة بالجوامع، بس أحيانا ينزلوا منقل فيه فحم. المنقل اللي فيه فحم بيصدر ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون، تنتين خطرين، بس أول أكسيد الكربون خطر جدا، بيفوت للجسم بيتحد بخضاب الدم، خلال ساعة بيموت الإنسان. ما كان يموتوا. الكلس كان يمتص الغازات، خاصة الكربون، لأنه شره جدا. حتى بالبيوت الدمشقية كان يفوتوا العريس والعروس على الغرفة، يفوتوا معهم منقل. هذا بيطلع أول أكسيد كربون، مو بس ثاني أكسيد كربون، ممكن يموتوا خلال ساعة. ما كان يموتوا، لأنه هاي الدراسة أنا بحثتها خلال 30 سنة. كان طفل سمعت من سيدة كبيرة بالسن، كان في طفل مريض قال كلسوا الحيطان. ضلت ببالي ليش كلسوا الحيطان. طلع الكلس هذا اللي بيطلوا فيه الحيطان كل سنة مرة أو مرتين. حتى بتفوتوا وقت البيت في كلس منعش. حتى الجوامع اللي كانت تطلب الكلس ما كنت تشمي هالروائح، لأنه في تجمعات بشرية كبيرة بالجوامع. هلأ بتشمي روائح غير جيدة، لأنه عم يطلوها بدهان عادي بلاستيكي أو زيت، هذا ما بيمتص الكلس. لذلك بنصحهم يرجعوا للعمارة الإسلامية اللي كانت بدمشق. هي سمتين. السمة الثالثة هي اللي العمارة الإسلامية ما بيستخدموا أشكال إنسانية أو حيوانية، توجهوا للكتابات والأوراق الشجر والأزهار. وتعددت الألوان وأبدعوا. هلأ لا شك في بعض المعالم الإسلامية كان فيها أشكال إنسانية بس كتير لطيفة، يعني شغلات محفورة على الحيطان أشكال إنسانية، مثل قصر هشام بن عبد الملك كان في أشكال إنسانية بس بشكل لطيف، يعني مو تمثال منتصب مثل ما كان بالعهد الروماني. يعني هي ما كان بكرهها، مع أنه ما فيها تعاليم، بس إنه حبوا أنه شخصية مهمة أو مقدسة، ممكن يساوينا لها تمثال مع مرور الزمن يتأله الإنسان هذا يساوير إله. لذلك إنه ما كانت مستحبة، بس ما فيها نصوص جازمة أنه ما تكون، بس إنه كانوا تجنبوها بشكل كتير خاصة بالأماكن الدينية. في معالم كتير، الإيشاني اللي على الطاولة عم تشوفوه، هذا الإيشاني هذا دخل العمارة الإسلامية بدمشق وبسوريا بقرن 12. كلمة قيشاني هي اجت من إيران، من مدينة قيشان.
بس كان القيشان الإيراني إجا بالقرن 12 يعني 800 سنة وصل لدمشق، كان يصنعوه بفرن حطب. المعماري الدمشقي أو الفنان الدمشقي أضف له ألوان وأضف له زهرة التوليب. دائما الفن الدمشقي بيضيف لمسات مميزة بتكون باقية. هي دمشق كانت على تواصل حضاري وتجاري مع العالم. بالقرن 8 والتاسع كانت عاصمة العالم، أخذت من العالم بس حافظت على الأصالة السورية، حافظت على الأصالة السورية. هلأ إذا بندخل للجامع الأموي كمان، هذا نموذج مهم بالعمارة الإسلامية. بنشوف الموزايك، هي لوحات الموزايك كمان فيها يعني شغلات دينية، خاصة في لوحة كاملة هي بتمثل دمشق بيقولوا له جنة الله على الأرض. هدول اللي ساووا لوحات الموزايك هن من كل أنحاء العالم، من الصين ومن أوروبا، وكانوا مسلم ومسيحي ويهودي. كانوا اشتغلوا بهال، لذلك الفن المعماري الإسلامي جمع كل هالفنون العالمية. حتى في لوحات، لوحة الموزايك بتلاقي فيه سقوف لبيوت هيك بهالمنحنيات هاي، هذا نمط صيني. هي دليل أنه فنان صيني، لأنه دمشق كانت عاصمة العالم بالقرن الثامن السابع والثامن. استمر الجامع الأموي كتير حلو، حتى بتفوتي لقاعة الصلاة، قاعة الصلاة بتلاقيها ثلاث أروقة وسقفها ثلاث أسقف هاي المايلة، هاي بالضبط نمط الكنيسة البازيليكا. وقت أعادوا بناء الجامع الأموي محل الكنيسة أخذوا نفس النمط تبع بناء الكنيسة. يعني هذا كله تواصل حضاري. يمكن بس ندخل لهيك أماكن يمكن ما كتير بتغيب عن ناظرنا، لكن مع حضرتك أستاذ يمكن هلأ إذا بنرجع ندخل على الجامع الأموي بنرجع بننتبه لهالتفاصيل الجمالية ولهالنمط العمراني الرائع. الفسحة السماوية، هلأ التصميم العام للجامع الأموي هو عبارة عن فسحة سماوية محاطة بثلاث أروقة وقاعة الصلاة. هذا نفس النمط تبع منزل الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، هيك كان. وبعدين كل جوامع العالم صارت نفس النمط، حتى جامع القيروان تونس، حتى بتروحي لإسبانيا بتشوفي العمارة الدمشقية موجودة موجودة. هذه التفاصيل، بحرة بالنص للوضوء، هي إضافة طبعا بالفن المعماري. يعني الطهارة والوضوء والطهارة هي كانت من سمات الدين الإسلامي. هلأ مثل ما قلت أنه بالنمط المعماري الإسلامي ما في الأشكال الإنسانية، بس أخذوا من الإنسان كتير. الإنسان هو عبارة عن خطوط منحنية. هلأ الفن المعماري الدمشقي والإسلامي بدمشق هو خطوط منحنية. هلأ بتروح على المدينة الحديثة كلها خطوط مستقيمة ومستطيلات. هذا متعب جدا. هلأ تصوري إنسان تلاقيه هيك شقفة واحدة خطوط مستقيمة، بشع جدا. لذلك أنا بقول العمارة الحديثة بالأماكن الحديثة نحن هي مش عام، بس رجع لها دمشق القديمة بتلاقي نوافذ فيها أقواس. طيب أستاذ، خلينا هيك شوي نحكي عن تطور هيدا البناء العمراني، يعني تأثيره وتأثره عبر العصور أو عبر الأجيال يلي إجت. يعني في كتير يمكن أبنية قديمة أضيف لها تفاصيل جديدة بتواكب العصر وبتواكب التطورات. عم تحكي على التوظيف حاليا؟ لا، عم بحكي عن هدول الأبنية اللي نحن عم نحكي عليهم، الأبنية الدمشقية القديمة. يمكن كتير من الناس ضافوا عليها إضافات حديثة جديدة. هلأ مرور الزمان في التطور، طورت العمارة بس وصلت لحد مثالي. خاصة البيوت الدمشقية هي مثالية جدا. الفسحة السماوية هذا نمط معماري سوري أخذ من ماري 5000 سنة. كان في عندهم بيت فسحة سماوية محاط بالغرف، هاي الخصوصية السورية. إذا انسجمت مع التعاليم الإسلامية، مو العزلة، إنه خصوصية. هلأ بيوت بأوروبا بآسيا بكل العالم بتلاقي الحديقة تبعهم خارج المنزل، نحن الحديقة ضمن المنزل. هذا الخصوصية، هاي تطور. يعني أضافوا الألوان، عرفوا قيمة الحجر. الحمام حطوه بالبازلت، هذا تطور. يعني بقرن 12 وطالع صار الحمام أرضيته، ليش أرضيته بازلت؟ البازلت طالع من باطن الأرض، بازلت في آلاف المئات المعادن، بيسحب الطاقة السلبية. لذلك التطور مستمر وما زال، حتى بالتوظيف حاليا كمان تطور. بس مثل ما قلت أنه السمات الرئيسية للعمارة الإسلامية الدمشقية الأبب، يلي بتخفف الأشعة الكونية أو الموجات الكونية، الكلس اللي بيسحب الغازات السامة، الأبلق الأبيض والأسود،
ده كمان نمط دمشقي ما له شيء ثاني نهائيا. انا بيتاسفني بيطلعوا على الفضائيات وبيحكوا انه هذا نمط مو بالنسبه لغيرنا، للاسف نحن بنسب كل شيء لغيرنا. ليش صمموه دمشقيين؟ شمال دمشق في حجر كلسي ابيض، جنوب دمشق في حجر بازلت، اندمجون مع بعض. هلا اذا دخلتي لخان اسعد باشا هذا مبني بحجرين ابيض واسود، لو بتشوفي لو كان مبني بلون واحد ممل جدا. اللي بيحرك ما بتملي. هلا اذا بتعدي سنين بالبيوت الدمشقيه ما بتملي ما بتملي. والتطور اللي عم تحكي عليه الانسه ليا كمان الابلق تطور مع مرور الزمن، صار في يحفروا الحجر ويحطوا له حشوات ملونه اللي بيقولوا له الموزايك الحجري. وكمان الموزايك الحجري الموزايك الخشبي اخذوه من الموزايك الحجري. بتفوت البيوت عمرها 600 سنه و500 سنه بتلاقوه موجود. هذا كله تطور وما زال عم يتطور بس هو التطور السلبي الأبنية الحديثة بدمشق الحديثة هي متعبة جدا للنظر ومملة. نتمنى يعني ضل تراثنا ونمطنا العمراني اللي أكيد منفتخر فيه منتبهى فيه ضل موجود، والبصمة الدمشقية ضل موجودة. نحن كتير إن شاء الله أكيد نحن كتير منتشكرك على هالمعلومات الجميلة اليوم اللي أضفتها لصباحنا. نحن بنشكركم، شكرا لكم. شكرا كثير لك استاذ. اما هلا مشاهدينا فصار الوقت لحتى ننتقل لغرفه الاخبار للاطلاع على اهم المستجدات يلي عم تشهدها الساحه السياسيه مع زميلتنا علا ابو خضر. صباح الخير يا علا. صباح النور ليا وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لاهم الانباء بعد الفاصل. أهلا بكم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 11 فلسطينيا خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. وتركزت الاعتقالات في مدن القدس وبيت لحم والخليل ونابلس ورام الله. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت في وقت سابق 3 فلسطينيين بعد اجتيازهم السياج الفاصل بين قطاع غزة وأراضي فلسطين المحتلة عام 48. قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن الحريق الذي نشب في مخازن الصناديق الانتخابية يمثل مخططا لضرب البلد ونهجه الديمقراطي. وأضاف العبادي إن التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث، متعهدا بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة أمن البلد ومواطنيه. ويأتي هذا الحادث بعدما أمر البرلمان بإعادة الفرز اليدوي لنحو 10 ملايين صوت إثر مزاعم بتزوير نتائج الانتخابات. طلب آمر غرفة عمليات الكرامة في الجيش الوطني الليبي من سكان درنة العودة إلى منازلهم، وذلك عقب تأمينها من قبل القوات المسلحة. وكانت القوات الليبية قد بسطت سيطرتها على الميناء البحري وطريق الكورنيش بالكامل ومسجد الصحابة وسط المدينة الذي اشتهرت باحته بتنفيذ إرهابي داعش إعدامات فيها عندما كانوا يسيطرون على المدينة. في خبرنا الأخير أعلنت بيونغ يانغ أن قمة الزعيم الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تنطلق غدا في سنغافورة ستتمحور حول بحث نزع الأسلحة النووية وآلية دائمة وثابتة لحفظ السلام في شبه الجزيرة الكورية. وسيضم الوفد الكوري الديمقراطي وزير الخارجية والدفاع والشقيقة الصغرى للرئيس الكوري، فيما يتألف الوفد الأمريكي من وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي والمتحدثة باسم البيت الأبيض. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. عودة إليك لا.
شكرا كثير لك زميلتنا علا، وهلا بدنا نرجع نجدد التحيه لكل مين انضم لصباحنا غير ولكل المشاهدين يلي انضموا لنا. وصلنا لفقرتنا التاليه يا اريج، محطتنا التاليه ليا رح نترافق فيها بعوالم الكلمه يلي لما بتمتزج بايقاع الشعر الموزون والممزوج بالاحساس بتشكل بطاقه تعريفيه عن ابداع بياخذنا مع الصور بمختلف تجلياتها. واليوم صار له الكلمة حضور ضمن الموسم الرمضاني كشريك لا يقل أهمية بتشكيل المشهد الدرامي. صحيح، وقد يكون المسلسل محدود بعدد حلقاته ومعين وبزمن المشاهدة، لأنه بعض الشارات أكيد قد لا ترتبط بزمان ومكان محدد، حتى أنه بعضها نافس الأعمال الدرامية من حيث الانتشار. لنحكي أكثر عن هالموضوع وعن شارات المسلسلات بصيرنا نرحب بصباحنا غير بالكاتبة والصحفية راميا بدور. صباح الخير راميا، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك راميا، ورمضان كريم. رمضان كريم ينعاد عليكم إن شاء الله. وعليك يا رب. يعني برصيدك 5 أعمال، 2 منها كان خلال شهر رمضان المبارك اللي هن هواجز عابرة وحريم الشاويش، و3 أعمال كانت لبعد شهر رمضان. هدول الأعمال الجديدة تماما غير الأعمال اللي مشتغلتها قبل. تمام، رح نرجع يعني شوي شوي. أوكي. نحكي عن أهم الأعمال اللي اشتغلتيها بالبداية، لكن كيف عم تلاقي التحضير لهالعملين وقديش بيختلفوا عن الأعمال السابقة اللي اشتغلتيها؟ هلا أي كل مسلسل له خصوصية. يعني أنت لما تكتبي شارة مثلا لعمل شامي بيكون في خصوصية أكثر من لما تكتبي مثلا عمل حديث أو عمل معاصر يسمى. لما تكتبي عمل اجتماعي غير عمل مثلا سياسي، غير عمل وطني، غير عمل عرفتي كيف. فكل شيء له خصوصيته، يعني هذا الموضوع بيبين أكثر شيء بكلمات الشارع، يعني قديش أنت بتقدري تلعبي على الكلام ليكون مناسب لموضوع المسلسل. ومثل ما نعم قلك كل كلام هو بيتناسب مع خصوصية العمل. قديش بتقري المسلسل بتاخدي فكرة عنه أم كيف بيكون الموضوع؟ بلا أكيد باخد فكرة كاملة عن العمل، لأنه أنا ما في أكتب أي شيء إذا ما كان عندي فكرة واضحة عن نص المسلسل. بس شوفي، مو كل شارع بالضرورة تكون بتعبر بطريقة مباشرة عن العمل، ممكن أنت تكون في إيحاء. خصوصا الموضوع عم نشهده بالفترة الأخيرة عم ينتشر. طبعا يعني هي راحت الشارة لموضوع الأغنية أكثر، صارت بتشبه الأغنية أو بالأحرى صارت أغنية أكثر ما أنا شارة. بالأول كانت شارة المسلسل تحسية مثل الحكاية، هي حكاية المسلسل. هلأ لأ، تجوزنا هذا الموضوع، صار تطور الموضوع، صارت بتروح على الإيحاء غير المباشر. يعني أوكي أنت عم تحكي عن بعض خطوط العمل بس بطريقة غير مباشرة لتاخد شكل الأغنية أكثر من شكل الشارة. نعم رامي، يمكن مثل ما ذكرتي من شوي انه حضرتك بتطلعي على النص وايضا بتطلعي على الممثلين وعلى الخطوط الرئيسيه وايضا على اللحن كمان. هدول التفاصيل يمكن قديش بتعني لك لحتى هدول الكلمات يبقوا عايشين مو بس مع المسلسل، ما بعد المسلسل ايضا. ليكي طموح اي حدا منا بيكتب شاره هو ان تعيش الاغنيه او تعيش الشاره تضل، لانه في كثير شارات هلا تحولت لاغنيه عاديه بتتغنى حتى بالحفلات بالمناسبات وين ما كان، يعني العالم حافظتها عرفتي، فهي هالقد بتكون مؤثره. فاكيد انا بتمنى انه اي شيء اكتبه يعلق بذهن العالم وتحفظه. موضوع انه اسمع لحن، لا مو بالضروره اسمع لحن، يعني غالبا بيكون الكلام هو قبل اللحن. بس بتطلعي يمكن بتطلع لا لا انا بس بتطلع على الخطوط الرئيسيه للعمل. اوكي عرفتي، في طبعا بيكون في توجه معين او بيكون في مثلا المؤلف الموسيقي او الملحن اكيد هو بيوجهني لنمط معين من الشارات او من الكلمات، يعني لحافظ على ريتم معين او لحتى ما اطلع كثير عن النص، وبنفس الوقت مثل ما قلت لك انه نروح على موضوع يكون بيشبه الاغنيه اكثر ما يكون عم نكتب حكايه. عرفتي كيف؟ اما موضوع اللحن غالبا بيكون هو بعد الكلام، نحن بنكتب الكلام وبعدين بيتلحن. رامي، من خلال الاعمال يلي كتبتيها واللي شاركتي فيها كيف لقيتي الصدى؟ هلا مبسوطه كثير لانه في كثير اعمال علقت بذهن العالم. انا مش شوي كنت عم اقول لك انه هم اي حدا بيكتب شاره او اغنيه نتعلق وتحفظها العالم. فكان في اكثر من عمل انحفظ ومع انه صار له زمان، بس لهلا مثلا وين ما قعدت وين ما كنت مجرد انه سالت شو هي الشارات اللي عملتيها بذكر لهم 2 أو 3 بيقولوا لي انه خلص يعني عرفناك، يعني فصاروا مثل الهويه لإلي. عرفتي شو يعني؟ مثل لما انت بدك تعرفي عن حالك وتقولي انا اسمي راميا، فانا دغري بقول لهم انا كاتبه كذا كذا، اوكي خلص
عرفنا يعني. نعم. لأنه كتير ضربوا هدول الأعمال من خلال شعاراتهم. يعني كنتوا عم تحكوا من شوي أحياناً بتكون الشارع أهم من العمل. وهيدا اللي صار فعلاً. صحيح. رميا لكن خلينا هيك ننتقل لشارة حريم الشاويش ونعرف العالم على الكلمة يلي بتكتبها رميا بالدور. خلينا نروح سوا. رميا يمكن في شوية تحديات ممكن تواجه الكاتب إن كان بالأجور أو كان بطريقة التنفيذ للكلمات اللي عم يقدمها وبأشياء تانية، تخبرينا عنها. هلأ في شغلة إنه كتير مهمة إنه الكاتب ما بيحق له يتدخل بأي شيء غير بالكلمات اللي عم يكتبها، علما إنه شركة الإنتاج أو المؤلف الموسيقي بيقدر يتدخل بالكلام أمتى ما بده كيف ما بده، يعدل الشيء اللي حط. اما الكاتب لا، ما بيحق له يتدخل لا بلحن لا بتوزيع ولا ولا بالفنان اللي بده يغني ولا بشيء. لا، هو عليه انه يكتب وخلص، هون انتهى دوره. فيمكن احيانا بيكون في خطا معين او هو بحس انه كان في شيء اهم بيطلع، او في صوت اهم كان ممكن يغني هالكلام، بس هيدا الشيء ما له علاقه فيه الكاتب وما بيقدر يتدخل فيه ابدا. وهو ما بيسمع الشارع الا لما بيسمعه واكل العالم. احيانا بنسمعه وقت بتتنفس، بس خلص نحن ما فينا نعدل. حتى لو ما كنا رضيانين عنه، ما حدا بيقبل انه يرجع يعيد الشارع كرمال انه الكاتب ما انه مبسوط فيها. من شان موضوع الاجور، ما بعتبر انه في حدا عم ياخد حقه ككاتب، سواء كاتب اغنية او شارع او خلينا نسميه الصحفي. يعني نحن عنا الاجور مقارنة، هلأ هنا يمكن ما بيعتبروا جهد، انه شو عم تعمل عم تكتب شوية كلام، لا هو جهد، هو حالي إحساس، هو حالي إبداعي انت عم بتقدمه، هو كمان هو أهم من أي تعريفية للمسلسل. مو بس هيك، هو أهم من أي عمل ممكن يقوم فيه الإنسان، مع احترامي لأي مهنة بالعالم، بس هيدا شيء عم يضل، هيدا شيء عم يشوفوه كل العالم. انت أو لو مهندسة أو دكتورة أو كذا، ممكن ما حدا يسمع فيك أو ما حدا يشوف شغلك. أما انت عم تقدمي شيء، طالما انت موجودة بشيء اسمه إعلام، فأنت عم توصلي لكل العالم. طبيعي انه تكوني انت هاي الحاله الابداعيه انه ينصفوك على الاقل، يعطوك حقك على الاقل. فنحن عندنا الاجور كثير، يعني مقارنه، برجع بقول لك مقارنه مع الحاله الابداعيه، اذا بدنا نسميها ابداع، لانه في ناس بتكتب يمكن اي شيء، بس في ناس فعلا عندها حاله ابداعيه، حتى بالمقاله بيكون عندها حاله ابداعيه، حتى بالعمل الصحفي سواء تحقيق او تقرير او اي شيء بيكون عندها فعلا حاله ابداعيه. ما بعتبر انه اي حدا منهم عم ينصف بموضوع الاجور. الاجور ما أنا أبداً ما أنا منيحة.
نعم رميا، برصيدك عدد كبير من الأعمال، خلينا نذكر منها تخت شرقي، أيام الدراسة جزء أول، حارة اليقود، بيت الموالدي، ونيو لوك، وهواجس عابرة، حريم الشاويش، أغاني الدبور بجزئين واحد واثنين، وأيضا يعني خلينا هيك نفوت بالكواليس وتفاصيل رميا بالدور، يعني لما أنت يعني عم نشوف تنوع بالأعمال، في منكم كوميدي، في منا بيئة شعبية، وفي منا بيئة اجتماعية. خلينا هيك نفوت على كواليس راميا، وقت يمكن بتاخذ بتطلع على الرؤوس الأساسية أو رؤوس الأقلام الأساسية للعمل، شو هي الحالة يلي يمكن أنت بتعملي خلوة لحالك فيها لحتى تأبدعي بألمك وتكون الشارة هي مرافقة العمل؟ ليكي أغلب الأعمال اللي كتبت لها شارات حبيتها. وهي أكثر عمل قريب؟ لا إذا هيك في أكثر من عمل، بس كنا عم نحكي من شوي، مو لأنهم بس علقوا بذهن العالم، لأنه هالقد كان في كلام قوي وأثر ونجح كتير، اللي هني أيام الدراسة، وأيام دراسة الجزء الأول طبعا لأنه كان في جزء تاني، وتخت شعري طبعا. في ثلاث أعمال إن شاء الله بعد رمضان كمان كتير مهمين، وهدول يعني انا مراهن عليهم انه راح يعلقوا براس العالم مثل ايام دراسه تخشري. طبعا انا ماني عم اقلل من اهميه باقي الاعمال، بس بالنهايه في راي جمهور، وفي ناس سمعت وحبت وحفظت، فانا ما فيني الا اقول انه هدول العملين كانوا كتير مهمين. هلا موضوع كيف يفوت بالحالي، انه بس اخذت فكره عن العمل، انا بعيش الجو، يعني بعيش حاله العمل تماما، وخاصة إذا كان في تركيز على قصة معينة أو على فكرة معينة بالمسلسل، مثل أي شيء بدي أكتبه أنه بتخيل حالي عايش القصة. وأكيد أحياناً بربع ساعة ممكن تطلع الشارة، وأحياناً يومين ثلاثة، وأحياناً أسبوع، حسب قديش أثر فيه العمل وقديش أنا قدرت فوت بالحالة. عرفتي كيف؟ أما إذا كتبت بشيء ما نحاسي فيه، أصلاً بيطلع الكلام ما نو حلو. يعني أنا لما بكتب الكلام بعرف أنه ما نو حلو، فبلغي، وبرجع بقلك كمان بيكون في تعديل وإشراف من المؤلف الموسيقي دائما. رميا حضرتك يعني مو بس بتكتبي لأشارات مسلسلات، كمان برصيدك أوبريت وطنية وأغنية لديما قندلفت، كانت بمناسبة عيد الميلاد، وأغنية للأم وأيضا للأخوة، يعني هالتجارب كيف تميزتي فيها؟ وخاصة كان في قديش في فرق بين هالأوبريت وبين هالأغاني وبين الكتابة للمسلسلات؟ 100% كل شيء له خصوصيته. يعني أنت عم برجع بقلك، لما عم تكتبي عمل وطني غير لما عم تكتبي غنية للأم، غير لما عم تكتبي عن الأخوة. هلأ أوكي، هي كلها حالة عاطفية إذا بدنا نسميها أوكي، بس أكيد في فرق، وبين الشارة والعمل الوطني، وبين أغنية للأم، وبين أغنية غزل، كل حالة يعني أنت بتحسي حالك كأنك عدة شخصيات، كل شخصية عم بتعيش حالة معينة. لكن شو البصمة المميزة لإلك؟ يعني بيقولوا هي بصمتك، يعني يعرفوكي. لا لا لا، شوفي انا اوكي، انا حابه موضوع الشارع يكون لي بصمه مميزه فيه، بس انا ما بحب اشتغل شيء وما اتميز فيه. فانا بصمتي بقول هي كاتبه، سواء بالشعر ولا بالصحافه، انا بتمنى اتميز باي شيء بكتبه. عرفتي كيف؟ فانه المهم كون رضياني عن اي شيء بشتغله. نعم رميا، حضرتك كاتبة مقالات نقد اجتماعي ودرامي وشاعرة، وأيضا مشاركة بعدة مواقع وجرائد، إضافة لمشاركاتك بأمسيات شعرية، يمكن كتير عالم ما بيعرفوا هاي المعلومات عنك. أكيد ما بيعرفوا لأنهم ما بيحضروا. نعم خلينا هيك شوي نوصل للناس كمان علاقة هالندوات الشعرية يلي عم تقومي فيها. يعني كل شيء له شيء، وكل شيء يمكن بتقدمي له مجهود خاص ومحدود. خلينا نحكي يمكن عن هاي الندوات الثقافيه اللي عم تقدميها. لكن يمكن انا اقل حدا فينا شيء اوكي. هلا انا يمكن اقل حدا بيشارك بموضوع الامسيات، بشارك اوكي بس مو كتير، لانه نحن ما عندنا ثقافه متابعه فلان من الناس. يعني العالم دائما، أنا قلتها بأكثر من مقابلة، أنه دائماً بيروح بيحضرك الشاعر، يعني إذا الشاعر وبيكتب بيروح بيحضر، أما إذا من عامة الناس، مع أنه بيكون إنسان مثقف يعني وبيحب الشعر، بس ما عنده فضول يروح ويسمع. ممكن إذا نزلت فيديو على الفيسبوك يلقى مشاهدة أكثر من 100%. وهيدي الطريقة اللي عم يعتمدوها الكل، لأنه العالم بتسمعك وبتشوفك أكثر من أمسية بمليون مرة. يعني برجع بقلك الحضور بيكون مقتصر على مين مشارك بالأمسية وعلى كتاب معينين. يعني ريما محضرتينا نسمع شيء منك؟ أوكي
تفضلي نسمع شيء. رح أقول يا ريح ماضينا الذي قد تغلغل في الندم، ألم يحن أن تنتهي أو تدخل طور العدم؟ يا هاربا من سجننا قد كنت دوما متهم، بقتلنا بسبينا برقصك فوق الألم. قل ماذا تفعل بيننا لم ترتوي من بحر دم، لم ترتوي من حرقة من مقلة أضناها هم. يا هاربا من سجننا جراحنا لم تلتئم، لم تنتهي أسرارنا ما زال يحكيها السقم. طبعا أنا أكيد يمكن واضح أغلب العالم فهمت عن شو قصدي، أنا عم بحكي عن هيدا الماضي الأعمى واللي وصلنا لمرحلة إنه وصلنا لهي الأزمة اللي نحن عايشين فيها. العالم اللي متأثر بالماضي اللي هو كان سبب بالحرب وسبب بالقتل وسبب بحتى باختلاف أو بخلاف الناس مع بعضها. نعم. فهذا هو الموضوع اللي أنا عم بحكي عنه. في شيء تاني كمان حابة تسمعينا يا؟ بعد شوي. أوكي. راميا يمكن حضرتك كمان نقدة درامية؟ كمان بمجال الصحافة، خلينا نحكي شوي عن مسلسلات رمضان لعام 2018. هي السنة شفنا تنوع، شفنا غياب بعض الأعمال، شفنا قلة ببعض الأعمال، خلينا نشوف ونسمع من حضرتك وجهة نظرك بالأعمال الدرامية. هلا أنا رأيي مثل رأي كل العالم إنه أوكي الأعمال اللي كانت موجودة على الساحة بتكفي بتكفي، بس نحن متعودين إنه يكون في زيادة بعدد المسلسلات، بس طالما في حضور للدراما السورية فهذا الشيء دائما بيطمننا، يعني عدد الأعمال قليل يعني، بس كان في حضور لا بأس فيه يعني، وخاصة أنه الأعمال المشتركة الأعمال العربية المشتركة دائما عم بيكون فيها حضور سوري وعم بيكون حضور قوي سورية، عم بيكون فيها حضور قوي سوري، يعني دائما البطولة عم تكون للسوريين والإخراج والفنيين والإخراج، فبتحسي عمل سوري مع احترامنا لكل الممثلين العرب، بس أنه هيدا الشيء كمان بيطمننا وبيفرحنا، وأكيد بنرفع رأسنا بأي نجم عربي سواء كان شاب أو بنت، فوجود ممثلين ونجوم سوريين بالدراما العربية أكيد شيء بيطمن. والأعمال اللي كانت موجودة تراوحت أهميتها بين عمل للتاني يعني، بس أغلب الأعمال اللي تابعتها العالم هي كانت الأعمال الاجتماعية اللي عم تحكي عن الواقع اللي نحن عايشين فيه، اللي هو مرحلة الأزمة ونهاية الأزمة أو ارتدادات وأثارة. الأزمة وتأثيرات الأزمة تماما. فبتحسي مثلا في عملين اللي هن الغريب كان نوعا ما عم يحكي هو أوكي قصة شخص معين، بس كان في إيحاء غير مباشر للموضوع العام اللي عم تعيشه العالم، وفوضى الفوضى كان هو القصة الحقيقية اللي عم بيعيشها كل سوري، هو حكى بلسان كل نجوم وابطال بتحسي يعني ما في بطوله لحد، والحلاوه انه هو حكى بلسان الكل انه شو نحن حابين كنا نقول هو قال عنا. فهي المعاناه اللي سلط الضوء عليها كانت كتير مهمه وكتير حلوه، بس انا دائما بقول انه مو بس لازم نطرح المشكله، لازم نلاقي حل. فنحن عندنا دائما بالاعمال الدراميه دائما في طرح للمشاكل، بس ما في حل، يعني ما بتوجه المتابع لحل للمشكلة اللي عم بيعيشها أو عم بيمر فيها. إذا نحكي شوي بعيدا عن الكتابة لشارات المسلسلات، عم تحضري شيء كتابة لأغنية لبعض الفنانين؟ عم تحضري شيء معهم في تنسيق؟ أنا السنة أول مرة بفوت بمجال الأغنية، خلينا نسميها الأغنية العادية. يعني أنا أوكي كاتبة للأم، كاتبة عيد الميلاد، كاتبة عن الأخوة، كاتبة شيء وطني، بس السنة هي أول مرة بفوت بمجال الأغنية العادية. الأغنية الرومانسية، الأغنية الغزل اللي بدك تسميها، بس أنه الأغنية العادية بعيدا عن الشارات والمواضيع الإنسانية. في عندي 5 أغاني عم نحضر لها، وفي 2 تنفذوا تقريبا، يعني هن مقيد التنفيذ. لا ما فيني أقول لأنه أنا ماني مخولة أني بصراحة أحكي عن هذا الموضوع، لأنه بجوز بتعرفي أنه دائما الفنان بيحب هو يصرح عن عمل، هو يصرح عن العمل اللي بده يغني. وفي تحضير لفيلم قصير كمان إن شاء الله السنة، يعني على الأغلب يتنفذ يعني، مع انه انا ما كثير بحب احكي عن امور لسه ما تنفذت، لانه احيانا كثير بيقولوا لي عالم قلتي مره انه كذا وانطرقتي عين ظروف معينه. لا والله مو طرقت عين، بس في ظروف معينه، في قصص معينه بتصير ممكن يتاجل العمل، ما بيلتغى بس بيتاجل. عرفتي كيف؟ نعم. فان شاء الله في اكثر من شيء عم حضر له للسنه،
وان شاء الله نتوفق فيه. ان شاء الله ان شاء الله. راميا، كنا ذكرنا من شوي انه السوشيال ميديا قديش دخلت بحياه الكل، وقديش يمكن صارت متاحه لكل الناس، وانك توصلي اما بقلمك او مقال او كلمات عبر الفيسبوك او عبر السوشيال ميديا صارت اهون بكثير من امسيه شعريه او هيك. خلينا نحكي ايجابياتها للشاعره، ايجابياتها للصحفيه، هي الايجابيات يلي عم تقدمها السوشيال ميديا. هلا اهم ايجابيه عم تقدمها انها عم تعرف العالم عنك، لانه ما بقى حدا اشترى لك كتاب ولا جريده ولا شيء، صح؟ انه كل العالم صارت بتقرا عن طريق النت، فانت ما رح تعرفك العالم الا اذا شاركتي بمواقع بجروبات معينه. وانا بهالمناسبه بدي وجه تحيه لجروب جاليري اللي انا عضو فيه، وفي كتير جروبات ومواقع بتسلط الضوء على موضوع الشاعر والكاتب والصحفي، فهو بيلاقي حاله أكثر. مثل ما قلنا من شوي، إذا عملتي بس مباشر أو تسجيل لقصيدة معينة يمكن يسمع خلينا نقول 1000 شخص، بس نزليها بجريدة، جريدة ورقية، يمكن 5 أو 6 يقروا يمكن. خاصة فهي للأسف يعني أنا بحبز فكرة القراءة من الورق يعني أكثر من النت، بس للأسف هيدا الواقع اللي نحن عايشين فيه. فرض علينا هيدا القصة، فرض علينا أنه نكون كتاب مواقع وكتاب نت إذا بدنا نسمي حالنا هيك، للعالم تعرفنا أكثر. يعني أنا برجع بقول لك حتى في شارات مسلسلات، لما أنت تعرفي عن حالك على الفيسبوك أو على أي موقع أنه أنا الكاتبة الفلانية كاتبة كذا، تلاقي كل العالم بالله أنت، طب ما هن لما تابعوا العمل ما قروا مين اللي كاتب. أما هون في مجال أنك تعرفي عن حالك أو توثقي عمل معين أو قصيدة معينة أو مقالة معينة باسمي. وخاصة أنه أغلب حتى المجلات صار في إلى مواقع تابعة لإلها، سواء المحلية أو عفواً الحكومية أو الخاصة، كلها إلى مواقع تابعة لإلها. فبتلاقي أنه مقالتك أو قصيدتك أو أي شيء بتعمليه لما ينزل بالموقع ملاقي صدى أكثر من لما بيكون طبعاً نازل بس بالورق. هذا الشيء بس بالفعل يمكن ما وقف ابدا الامسيات والندوات اللي ممكن شوي عم نحكي عنها، هي اللي ضلت مستمره بالفعل رغم ظروف الحرب يلي مرينا فيها. ضلوا المراكز الثقافيه، مو بس هيك، كان في خطوه كثير جريئه من الكل انه كانوا ينتقلوا من محافظه لمحافظه. انت بالنهايه كاتب او شاعر، يعني ما انك مضطر تخاطر. بعز الحرب كان في مخاطره من كثير كتاب وشعراء، وكانوا ينتقلوا من محافظه لمحافظه رغم انه بامسيات وندوات شعريه. اليوم احنا كيف فينا نعزز دور الأنشطة الثقافية؟ هلأ هي فعالة وهي قائمة بكل المحافظات. يعني بتلاقي بكل المحافظات في كذا منتدى وكذا ملتقى ثقافي، بس الفكرة أنه حلو يكون هيدا الشغل يكون بعيد عن المحسوبيات الشخصية ويكون بعيد عن أنه فلان مشهور خلونا نجيبه. لا بالعكس، أنا بحب دائما المواهب الجديدة يتسلط الضوء عليها أكثر. دائما في النفس الجديد على الكتابة بيكون عنده شيء حلو مميز، أو إذا ما كان عنده شيء حلو مميز على الأقل الناس الأهم منه توجهه. فدائما هاي الملتقيات كمان إلى إيجابياتها وسلبياتها. إيجابياتها أنه دائما عم بتخليك موجودة بالساحة الشعرية، بس سلبياتها أنه في محسوبيات شخصية، في غياب لموضوع تفعيل حضور الجمهور. يعني لازم يكون في تحفيز للناس، يعني أنا مسؤولي عن ملتقى ثقافي، مفروض أنه يكون عندي جمهور معين خليه يجي يحضر. ممكن تروجي لهالمنتدى عن طريق الفيسبوك مثلا؟ طبعا أكيد، أو الملتقى بده يكون في ترويج. بس حلوة فكرة أنه نرجع منحكي أنه رغم كل الحرب اللي صارت كان أنه في ملتقيات قائمة وعم تشتغل وعم يكون دائما فيها فعاليات بمناسبات أو بغير مناسبات يعني. نعم. فكمان بوجه لهم تحية لهم كلهم مشان ما نسمي حدا، ومنقول لهم مشكورين على جهود اللي عم بيقوموا فيها. نعم أكيد. راميا، خلينا لكن شو بتحبي تسمعينه؟ لكن نسمع شيء. لا ما رح تغني، سمعينا كلماتك. رح أقول شيء خلينا نسميه بيحكي شوي عن راميا. رح أقول: أحمل رأسي الثائر وأمشي في دهاليز كل زمانها عابر، تحيرني تفاصيل وتجبر حرفي الحائر أن يرتدي رجلا أن يحمل سيفا ويقتل قاتلا جائر. ويسألوني كم عشت وكم حرج رابحا خاسر، أنا خضت حروب الفقر وعاش أكثر مني وكان أكبر مني، نعم حظي العاثر. وقعت 100 بل 1000 وعشت بين جدران
عنها دفئها مسافر، وبين تلك الجدران دفنت نصف أحلامي ولمت نصفها الآخر، وإذا ما الهم مزقها فوق الهم تتكاثر وتتشبث بنهدي لا تقبل الفطام ولا تقنعها أكذوبة تقول بأني عاقر. أنا ما عشت تاريخا ولا ماض ولا حاضر، كل لحظة أولد من رحم مؤمن كافر، أقاتل الشمس إن طلعت وقلبي غارق يحلم، أقاتل القمر إن غاب وليلي عاشق ساهر. يعني نحن نتمنى لك أكيد كل التوفيق والنجاح والحظ الجيد بعيدا عن الهموم وأي مشاكل بتعيق عملك. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم رامية. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم. شكرا رامية بدور، وإن شاء الله بنستضيفك بحلقات تانية. رصيدك زايد نجاحات. شكرا كثير لك. شكرا لكم. أما هلأ مشاهدينا مشوارنا الصباحي لسه ما خلص، ورح ننتقل لفقرتنا الأخيرة لكن بعد هالفاصل الصغير. يسمى العقل الباطن أو العقل اللاواعي، وهو العقل المسؤول عن الخواطر والأحلام وعن مزاج الإنسان، هو مطيع لنا. لكن كيف نبرمج عقلنا الباطن وكيف نستطيع السيطرة على المشاعر السلبية إن كانت حزن أو غضب أو حتى اكتئاب، وكيف نستطيع من خلال عقلنا اللاواعي الوصول لأهدافنا؟ معلومات كثيرة رح نتعرف عليها مع الدكتورة ثريا دياب، باحثة في علوم الطاقة ومدرب معتمد باتحاد اليوغا. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا، صباح النورات. هلا، يسعد صباحك. بالبداية شكرا كثير لكم على اختيار موضوع كثير مهم. حقيقة العقل الباطن بلامس كل نواحي الحياة، إن كان الصحية أو نفسية أو على أي صعيد ممكن نحن بدنا إياه بالحياة. نعم دكتورة، يمكن هيك حكينا رؤوس أقلام بالمقدمة عن العقل الباطن وعن التأثيرات، وخاصة هيك خلينا نحكي واقع من بعد يعني سنوات من عمر الأزمة المزاجية صارت أكثر، الحالات صارت أكثر، العقل الباطن كيف فينا نحن ندربه لحتى هيك نرجع من أول وجديد نعمل ريفريش لنفسيتنا ولحياتنا ولحتى ننجح ونحقق أحلامنا. شكرا لسؤالك. بالبداية حتى نتعرف عليه لازم نعرف مين هو هذا العقل الباطن. أوكي. حتى وقت نحكي أي معلومة تكون كتير سهل وسلس إنه نقدر ندخل عليه ونتواصل معه بشكل كتير سهل. هلأ العقل الباطن هو الجزء الأيمن من الدماغ. نحن عنا دماغ واحد، ولكن هذا الدماغ مقسوم إلى قسمين، القسم الأيمن والقسم الأيسر. القسم الأيمن له عدة مسميات، من ضمن هذه المسميات العقل الباطن أو العقل اللاشعوري أو العقل الداخلي أو العقل اللاواعي. والعقل الأيسر هو العقل الواعي أو العقل الشعوري أو العقل اللي نحن هلأ عم نتحدث من خلاله. العقل الباطن حتى نعرف أهميته لازم نضوي على شغلة كتير مهمة. في له تعريفات كتيرة، ولكن أنا في تعريف كتير حبيته، بأنه هو عبارة عن أرشيف ضخم جدا. داخل هذا الأرشيف يحتوي على ملفات عديدة. هذه الملفات كل ملف يحتوي على نوع معين. يعني كيف على نوع معين؟ خبراتي ضمن ملف، وتجاربي ضمن ملف، وذكرياتي ضمن ملف، أحلامي وأحلامي كلياتها هو جزء من تعبيره لللاوعي عن حاله هو الأحلام. ولا بيحكي عليها كيف هو بيعبر عن حاله. وهي الملفات
يعني دائما شو بيخطر ببالك من معلومات، وهي المعلومات بدأت تخزن داخله من لحظة الولادة. يعني من لحظة الإنسان انولد وهو هذا العقل اللاواعي بدأ يخزن. رح أحكي معلومة كمان مشان هلأ تفيدنا وقت بدنا نبرمجه، وقت بدنا نستفيد منه كيف نحن نقدر نتواصل معه. من عمر الولادة لعمر 6 سنوات أو 7 الإنسان ما له أي سلطة بأي معلومة تدخل عليه، وهي بتكون نتيجة الأب، نتيجة الأم، نتيجة الأهل. وهو بهاي المرحلة دماغه بيكون بموجة، هاي الموجة بسموها ثيتا، يعني ما رح ندخل كثير لأنه موضوع كثير كبير، ولكن هاي الموجة هي بتشبه الموجة وقت بيكون الإنسان منوم مغناطيسيا. فتخيلي هذا الطفل وكأنه منوم مغناطيسيا وعقله عم يمتص كل شيء، عم يسمعه، كل شيء عم بيشوفه، كل شيء عم بيشمه، كل شيء عم يتذوقه، كل شيء عم ينحكى معه، كل شاردة، كل واردة، هدول كلياتهم عم بيخزنهم. ولاحقا هن هدول اللي رح يكونوا مثل ملف رصيده، أو رصيده ويرجع له. فهون كتير مهم هلا قبل ما نقول شيء، هاي المرحلة كتير مهمة وتقع على عاتق الأهل جدا، بأنه من هون نبلش نبدأ ببرمجة العقل الباطن من خلال أطفالنا. يعني وحاولوا دائما إنه الأهالي يستخدموا الكلمات يلي بترفع من معنوية الطفل، ويلي لاحقا وقت يكبر ويصير شاب رح يستعين بهاي الملفات اللي نحن حطيناها له. يعني مثلا بدل ما أقول له أنت ما بتعرف، أنت ما عندك مستوى جيد، أنت مالك كويس، دائما أنا بحاول استخدم كلمات أنه أنت شجاع، أنت ذكي، أنت إنسان مبدع. حتى لو أنا حسيت بلحظة من اللحظات أنه هو ما له ذكي ولا هو مبدع، بدي أعزز هاي الشغلة عنده لحتى خليه برنامج موجود عنده، وبلش خاطبه بطريقة تانية، بقول له أنت تستحق أنك تكون مبدع، وتستحق أنك تكون ذكي، وتستحق أنك تعيش بشكل كتير أنه تكون حياتك المستقبلية مريحة. ودائما نبتعد، حتى لو الأهل كمان في عندهم طريقة، لو ما شعروا أنه هذا الطفل يستحق، حتى لأنه في أهالي كتير بيتعاملوا مع الطفل على مستوى معين من ذكائه، بيقولوا له أنا عندي ثقة فيني وفيك أنه نحن نقدر أنه تكون أنت بمستوى كتير جيد، وتكون بمستوى كتير فعال، وكتير بمستوى أنك تكون كتير مبدع بالحياة. هاي الكلمات كتير بتأثر، وسلوكنا كأبهات وكأمهات أمام أطفالنا كتير مهمة. وقت يكبر الطفل ويصير شاب نحن كتير بنحمله ممارسات عم يعملها وسلوك، ولكن هي بالأساس نحن زرعناها فيه ونحن حطيناها فيه. ومجرد ما دخل على المدرسة كمان حيكون فيه المدرس والمدرسة، كمان هدول حيعطوه كتير معلومات وحيحكوا معه كتير وحيخاطبوه كتير. ويا ما فيه يعني عالم زلم كبيرة وشباب وسيدات ما زال اللاوعي يحتفظ ببعض الكلمات السيئة التي وجهت لهم. نعم بالتأكيد. دكتورة تريا، إذا نحكي شوي عن المرحلة العمرية الكبيرة كشباب وصبايا، يمكن بهالظروف الصعبة اللي مرينا فيها صار في شوية اكتئاب، شوية حزن. اليوم كيف فينا نحفز عقلنا، عقل اللاوعي، يمكن بكلمات مفتاحية لحتى يقدر بالفعل يفكر بطريقة إيجابية؟ طيب شكرا كمان لك لهذا السؤال. هلا لحتى اعمل تحفيز ولحتى يكون في عندي مفاتيح، بدي اعرف طريقه انا كيف اتواصل معه. يعني في له صفات العقل اللاواعي، انا عرفتها من خلال هاي الصفات بيكون كتير المدخل سهل لها. من ضمن هاي الصفات انه هو لغته لغه مشاعر، يعني اللغه اللي بيفهم فيها لغه مشاعر، ما بيفهم لغه المنطق ولا بيفهم لغه التحليل، ما بيفهم انه انا لانه صار معي هيك لازم انا ضلني زعلان. هو لا، هو بيفهم مشاعر، انه اعطيني مشاعرك لحتى انا اطلع لك الملف اللي بدك اياه. انت زعلان، اوكي انا عندي ملفات كثير، تفضل هاي الملفات خدها. انت بدك الفرح، فعل الواحد بس يزعل بتذكر، بتذكر كل الاشياء اللي ومن ضمن صفاته للعقل الباطن انه يبني على اخر تجربه. وهي كثير مهمه، اذا فهمناها هاي القصه انه اخر تجربه مريت فيها مو معناته هاي حياتي. صحيح عم تطلع عندي أفكار وعم تطلع عندي مشاعر بناء على هاي التجربة، ولكن هو العقل الباطن عنده مكدس ملفات ودائما بيستعين بآخر ملف، آخر تجربة، فبنسى كل شيء أنا موجود عندي. إذا فهمت هاي الجزئية فالمفتاح الأساسي والكبير إلي
اني انا استخدم الطرف الثاني اللي هو العقل الواعي يلي انا بقدر من خلاله ادخل على العقل اللاواعي وطلع الملف اللي بدي اياه لحتى يساعدني حتى اخرج من معوقات الحياه يلي انا موجوده عندي. اذا بضلني بقول انا الان، العقل الباطن عنده كثير ملفات لانه هو بيدير العواطف، هو من مهمته انه يدير العواطف. اذا قلت انا مرضان بيضله كمان بيطلع ملفات. هي اذا عرفنا معلومه كثير مهمه على انه العقل الباطن هو المدير لكل شيء، عمليات حيويه تدور داخل الجسم. يعني الاشارات اللي بتطلع من الدماغ هو مسؤول عنها، دقه القلب وبين دقه والثانيه وعدد الدقات هو مسؤول عنها، عمليه الهضم هو مسؤول عنها، التنفس هلا شهيق هلا زفير هو مسؤول عنها، يعني كل شيء عمليات افراز الهرمونات، جهاز المناعه. لكن كان وقت التعصيب شوي بتوجعنا معدتنا، وقت الخوف بتزيد دقات القلب. وعن جد سؤال كتير ذكي أنسة أريج، إنه وقت بيزيد دقات القلب، وقت بصير بتتوتري وبتنرفزي كتير، هو اللاوعي على فكرة أنا بحسه كتير شيء ظريف، هو ببلش يعطيكي إشارة إنه انتبهي في شيء بلش يتخربط عندك. يعني هاي دقات القلب هو لأنه مسؤول، فبصير بيخربطها هو لحتى يعطيكي إشارة إنه انتبهي، هون بلشت تعصبي أكتر، هون بلشتي تتوتري أكثر، هون بلشتي تأذي نفسك، يعني قربتي من أذى نفسك. هو بيكون كثير عم بيحاول إنه يحميني، بيحاول كثير عم يعطيني إشارة، بيحاول كثير إنه عم يبعث لي رسالة إنه انتبه لحتى ما يصير عندك مشكلة أكبر، لأنه إذا ضلني متوتر المرحلة اللي وراها أتوتر أكثر، وإذا ما رديت على هاي الرسائل اللي عم يبعث لي إياها أكثر وأكثر، وبالأخير كمان عضلة القلب وصير أقعد بمشاكل. بس هو كثير بيكون عطى رسائل وإشارات إنه انتبهوا. نعم. إنه المهم المفتاح الثاني، إنه هاي من المفاتيح، إنه أنا وقت أشعر حالي إني كتير معصب، كتير عندي طاقة غضب، بلش انتبه بوعي، إنه هاي رسالة من اللاوعي إنه انتبه لحالك لأنه بلشت تأذي نفسك. نعم دكتورة، خلينا كمان، في كتير أشخاص بيأذوا نفسهم بالفشل، تمام؟ يعني في كتير، يعني إذا حدا فشل بمرحلة ما أو بشغلة ما بتتزعزع عنده هاي الثقة يلي جواته، وبيبلش مسلسل الفشل عنده. خلينا نحكي كمان كيف فينا نحن ندرب حالنا باللاوعي إنه ما في فشل بيجر فشل، خلينا عند هذا الفشل نتخطاه، والثقة بالنفس كيف هي تتعزز وما تتضعضع أبدا. طيب كمان شكرا لسؤالك. اللاوعي يعني أنا بدي أقدر أفهم شغلة، إنه أنا بدي أشوف أول شيء، بدي أنا بوعي شوف هذا الفشل مرة أو عم يتكرر عندي. إذا هذا الفشل يكرر فمعناته أنا وعم بعمل جهدي وعم ببذل جهدي لحتى يكون كتير منيح عندي هالشيء، فمعناته أنا في عندي ملف، وقد يكون أكثر من ملف، وقد تكون تجربة مريت فيها أنا وصغير، قد تكون تجربة مر فيها أبي أو أمي أو أخي، تجربة فشل، وكثير هاي التجربة تركت أثر بالعيلة. ممكن وأنا بالمدرسة فشلت بشيء معين، ممكن من علاقاتي اللي صارت. فهون كثير مهم أني أنا أعرف أنه أنا مو فاشل، أنا في ملف عم يطلع وعم بيعرقل علي وعم بيخليني دائما اشعر انه فاشل. انا حقيقتي مالي فاشل، انا حقيقتي ذكي وحقيقتي مبدع وحقيقتي انه عندي كل الامكانيات. فانا اذا فهمت هاي الجزئيه وفهمت حقيقتي، فبلش انا بقول لا، هو الفشل عباره عن ملف موجود وعم يطلع دائما عم بيعيق علي حياتي ومسيره حياتي. من هون ببلش ركز على انه بدل هذا الملف بملف ثاني، إنه لا، أنا إنسان ناجح وقادر على أن أتخطى هذا الأمر. لنفرض هو إنه طول هالوقت وطول هالزمن طول الوقت عم بقول فاشل ولم يتذوق طعم النجاح، ما عرفه شو هو النجاح. بهيك حالة أنا استعين بقصص ناس ناجحين لحتى أقدر حفظه لللاوعي إنه يطلع لي من ضمن هالملفات اللي مخزنة، لأنه هو مسؤول عن عواطفي، هو مسؤول عن إدارة جسمي، هو مسؤول عن كتير معلومات موجودة فيه. فأنا بدي فوت لعنده بوعي وخليه بدلي هالملف هذا اللي عم يطلع طول الوقت عم بيقول فشل. مجرد ما أنا قلت ناجح، هون بلشت أنا أبعث رسالة كمان لللاوعي، مثل ما هو ببعث لي رسالة أنا ببعث له إنه بدي أنا إنه أكون ناجح. طبعا هون
في شغلة كثير مهمة، إنه أنا مو مجرد قعدت وقلت أنا ناجح فورا بنجح، هاي ملفات إلها عمر وإلها سنين مكدسة وموجودة، فبعطي فرصة لحالي من خلال التدريب. وأكثر حالات التدريب هي لحتى غير ملف وحط ملف ثاني بداله هي وضعية الاسترخاء، لأنه العقل الباطن مثل ما حكينا أو اللاواعي لغته لغة مشاعر، فحتى أنا أقدر ملف أفتحه واستفيد منه لازم أنا أكون بحالة استرخاء. يمكن عن طريقة التنفس كمان بتأثر بشكل كتير كبير بتنشيط اللاواعي. على فكرة يعني بقرأ أبحاث وقد لا يكون بحث يتحدث عن الدماغ أو العقل الواعي أو اللاواعي إلا ويتطرق لموضوع التنفس. موضوع التنفس جدا مهم وجدا سريع، وأهميته بتكمن من أنه هو من الأجهزة جهاز التنفس يلي أنا بقدر أتحكم فيه. خلينا نعطي مثال بلمحة سريعة قبل ما يخلص مشوارنا الصباحي مع حضرتك، كيف الطريقة الصحيحة للتنفس لتحفيز عقلنا اللاواعي؟ هلأ الطريقة اللي نحن بنتنفس فيها عادية هلأ طول الوقت أكيد هي طريقة سطحية وطريقة عادية. الطريقة هلأ حوالي أكثر من 100 طريقة للتنفس، ولكن أبسط طريقة من بيناتها حتى أضمن أني تنفست صح، يعني التم مغلق وبلش أغلق الطرف اليمين من اليمين وبلش أخذ شهيق من اليسار، فهون بدخل كمية أكسجين كتير عالية، بخلص ببدل للطرف الثاني. كمية الأكسجين الكبيرة يلي دخلت والحالة اللي قعدت فيها أنا طبعا عدة مرات بكرر، يعني تم مسكر هون مسكر وباخذ، دخلت كمية أكسجين عالية وغير كمية الأكسجين اللي عالية، أنا أعطيت فرصة لعقلي أنه يبلش يسترخي وهالتشوش اللي موجود يبلش ينضف، وعطيت فرصة لعقلي الواعي أنه يوجه اللاواعي يطلع لي أفضل ما عنده للحالة اللي أنا فيها. نعم، يمكن دكتورة بالمختصر جدا، يمكن حابين نكتب أكثر وقت معك لحتى هيك نطلع بشكل أكبر. انتشر كثير على الفيسبوك مقالات عن تدريبات العقل الباطني، وأيضا يمكن فيديوهات ويمكن نصائح عديدة، وصاروا العالم يمارسوا فترة ويوقفوا ويرجعوا يمارسوها بقصة تانية ويوقفوا أيضا. خلينا نحكي عن هاي النقطة بالذات، وخاصة أنه العقل اللاواعي قديش حساس هو وقديش بيتأثر بهدول العوامل. هلأ التقنيات كثيرة ومنها تقنيات كثيرة مثل ما حكينا، واحدة من بيناتهم التنفس، حكينا عن الاسترخاء، والطريقة الثانية حأذكرها ذكر بدون ما ندخل بتفاصيلها هي التأمل. التأمل يعني ما هي، والله هي عبادة، يعني ما ناخدها أنه من هذا المنطلق، هي تقنية باخدها أنا لحتى أقدر أدخل بعمق على اللاواعي، لحتى أقدر هدي عقلي الواعي. ومثل ما حكينا كيف أنا وصغير موجة الدماغ ثيتا هي اللي بتخليني أمتص وأخذ المعلومات، التأمل بيخليني أدخل بموجة ثيتا. نعم، يمكن رح نتطرق لهيك موضوع بحلقات مقبلة معك دكتورة سورية دياب، باحثة بعلوم الطاقة ومدرب معتمد باتحاد اليوغا. شكرا كثير للمعلومات المفيدة اللي أضفتيها لصباحنا. شكرا كثير لكم، شكرا لأنه أعطيتوني فرصة أكون معكم، وشكرا لأسئلتكم الحلوة. شكرا كثير لك دكتورة، نورتينا، وهيك إن شاء الله بحلقات قادمة بتكوني ضيفتنا وبنحكي بشكل موسع. شكرا كثير، شكرا. صباحك. لهون مشاهدينا مشوارنا الصباحي الرمضاني معكم بيكون وصل لنهايته لليوم، مساحة جديدة بنلتقي فيها معكم بكرة مع ضيوف ومحطات جديدة، ومنطلع عليكم بتمام الساعة 10 صباحا بتوقيت دمشق أكيد، مثل من مطعم قصر الياسمين. ومن هلأ لبكرة ضلوا بألف خير، وبدي أتشكر كل فريق العمل، وأيضا بدي أقول ألف مبروك لطلاب الصف التاسع يلي حققوا نجاحات ترفع الرأس، ومبروك لكل الطلاب يلي نجحوا، وان شاء الله هيك من نجاح لاكثر واكثر واكثر. وبدي اتشكرك يا اريج كمان. شكرا لك ليا، وبدنا نبارك لكل الطلاب يلي حصلوا على العلامه التامه، الف مبروك، وان شاء الله دائما من نجاح لنجاح. وبالختام كل الشكر لكم مشاهدينا. صباحنا غير هو عنوان مساحتنا الرمضانيه اللي عم نحاول فيها رصد نبض الحياه بسوريا خلال هالشهر الفضيل. مشوارنا بيتجدد بلقائنا معكم وباجواء رمضانيه مميزه. ابقوا برفقه شاشه الاخباريه السوريه وتبقوا بألف خير. باي باي.